سخونة كبيرة وإثارة لا تتوقف وأهداف بلاس 90 كأس الرابطة حكاية حلوة جديدة في الكرة المصرية. في وسط أجواء باردة وصقيعة وأمطار تشهد الكرة المصرية أجواء ساخنة للغاية في كأس الرابطة اللي باين عليها من أول نسخة ليها إنها بطولة مش هتكون سهلة ولا تقضية وقت حتى في غياب الأساسيين والدوليين عن أندية الدوري ال 18. المباريات بتخلص بالثلاثة وبالأربعة وماتشات بيجي فيها ست جوال وفرق بترجع من هزيمة محتملة لمكسب مضمون وأهداف في الدقيقة 90. كل ده بيحصل والأهلي والزمالك بيلعبوا بالشباب والفرق التانية عندها غيابات كتير ما بين إصابات وكورونا وانضمام دوليين لمنتخبات بلدهم. أمال لو كان الكل كامل العدد كان حصل إيه؟ البطولة المفروض يكون الكل استفاد وبيستفيد منها ومحدش هيكون عنده حجة للتألق بعد عودة الدوري اللي نتمنى إن شاء الله يرجع سخن زي ما بدأ. يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم 10 ويوم مليان بالمفاجآت في كأس الأمم الأفريقية وأيضا في كأس الرابطة اللي المبارياته كلها مباريات رائعة وجميلة حتى في غياب السين في الأهلي والزمالك بسبب المنتخب وأيضا بعض الفرق اللي بيغيب لها كمان لاعبين لمنتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية وإصابات كورونا وخلافه. البطولة حلوة والبطولة مسلية وإحنا بنحب الكورة وبنحب نتفرج على كورة طول الوقت وبنحب نستمتع بالكورة، عايزين نتفرج على منتخب بلدنا ونشجعه ونسنده طوال البطوله، وفي نفس الوقت في الايام اللي ما فيهاش منتخب مصر كده نتفرج على شويه مباريات حلوه في كاس الرابطه، كل واحد بيشجع نتيجه، كل واحد بيحب يتفرج على كوره طول الوقت عشان كاس الرابطه مبارياته كبيره ورائعه. هنتكلم كتير عن كاس الرابطه، ولكن تعالوا الاول نتكلم على كاس الامم الافريقيه، البطوله الاهم والاكبر في القاره الافريقيه. النهارده الجزائر تخسر، الجزائر تخسر امام غينيا الاستوائيه. الجزائر عملت كل حاجه في المباراه، لعبت جدا وعملت فرص واضاعت العديد من الفرص. غينيا الاستوائيه قدرت تخطف هدف وفازت على الجزائر. الجزائر اللي مبقاش عندها غير نقطه واحده في مجموعتها وبقى بقائها في البطوله محل شك، بقائها في البطوله محل شك. اقول لكم بس النتائج بتاعت النهارده ونرجع نتكلم على الجزائر تاني. النهارده جامبيا اتعدت 1-1 مع مالي، كوت ديفوار اتعدت 2-2 مع سيراليون، وتونس فازت بنتيجه كبيره على موريتانيا 4-0 وفرجوا على الجول الثالث عشان الجول الثالث ده جول عظيم جدا لتونس. الجزائر النهارده خسرت زي ما قلت لكم 0-1 امام منتخب غينيا الاستوائيه. الجزائر نقطه واحده في مجموعتها اللي فيها كوت ديفوار وفيها غينيا الاستوائيه وفيها سيراليون. الجزائر ممكن تودع البطوله من دور المجموعات، حامل اللقب ممكن يودع البطوله من دور المجموعات، عندها ماتش تقيل قوي في الجوله الاخيره امام كوت ديفوار متصدر المجموعه. سيراليون ممكن تصعد اول، غينيا الاستوائيه ممكن تصعد اول، كوت ديفوار ممكن تصعد اول، والجزائر ما زال لها حظوظ لو فازت على كوت ديفوار في المباراه اللي جايه ممكن تصعد تاني او تالت. الجزائر النهارده عملت كل حاجه في الكوره وخسرت. طيب انا بقى مش هكلمك على يا اصل كيروش راجل محظوظ، ده تقريبا كنا بنتغلب من المنتخب النيجيري عشان يلعب مع سيراليون ولا مع منتخب غينيا الاستوائيه والكلام اللي اتعمل على السوشيال ميديا ده، بس انا وقفت عند نقطه في غايه الاهميه. لما تبص على المجموعه دي وتبص على باقي المجموعات تعرف ان احنا بنلعب في مجموعه سهله قوي. سيبك من المنتخب النيجيري، احنا يعني اللي كسب هو اللي خد المركز الاول، دي الحكايه، لكن غينيا بيساو والسودان يعني الناس في الكوره مش قوي. باقي المنتخبات كلها كبيرة ورائعة. النهاردة غينيا الاستوائية عملت ماتش حلو قدام الجزائر، هي خطفت هدف والجزائر ضيع فرص كتير، بس غينيا الاستوائية كمان ضيعت فرص كتير. جامبيا في البطولة تقيلة، سيراليون في مجموعة الجزائر تقيلة، منتخبات طبعا مالي تقيلة، منتخبات تتصور انها سهلة وبسيطة ويا رب نلعب غينيا الاستوائية يا رب نلعب سيراليون، بس لا مش هنبقى في مأمن خالص خالص، كده او كده الامور هتبقى صعبه، صعبه لو احنا صعبناها على نفسنا، سهله لو سهلناها على نفسنا مع اي منافس صغير او كبير يعني بحكم التاريخ. لكن فكره انه من دلوقتي بنستهون ونقول اصل ده سهل وده سهل، لا لا مفيش حد سهل خالص. وبعدين احنا لسه ما صعدناش يا جماعه، لسه ما صعدناش. السودان سهله كوره يعني سهله، بس يعني مفيش حاجه مضمونه،
فنركز في فرقتنا ونركز في منتخب بلدنا الاول، وبعد كده نشوف هنلاعب مين الدور اللي جاي. نلاعب مين الدور اللي جاي والله ما تفرق، والله ما تفرق، جزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائيه، هيبقى منافس صعب وهتبقى مباراه مش سهله. بحكم الورق، الورق بس على الورق يعني، لما تلعب سيراليون وتلعب غينيا الاستوائيه اكيد اسهل من الجزائر وكوت ديفوار، لكن بحكم الواقع ادي غينيا الاستوائيه كسبت الجزائر بكل نجومها. جزائر كاملة العدد بتخسر النهارده من غينيا الاستوائية، كبرى مفاجآت هذه البطولة. كانت تعادلت المباراة الأولى أمام سيراليون والآن تخسر أمام غينيا الاستوائية. ناخد بالنا، ناخد حذرنا، والأهم من كل ده إن البطولة المستويات فيها متقاربة. يعني منتخب النيجيري فوزه على مصر في المباراة الأولى، خلينا نقول إن منتخب نيجيريا قوي جدا، بس لما نشوفه في الأدوار اللي جاية نبقى نحكم عليه أكتر. الكاميرون صاحبة الأرض والجماهير ماشية بشكل معقول، المغرب معقول، بس مفيش منتخب زي ما قلت لكم امبارح فارق تقول يا نهار أبيض المنتخب ده لما هنلعبه ده تقيل قوي، ده خطير جدا، ده هيكسر فينا. لا، مفيش منتخب تقيل بشكل واضح حتى الآن. في منتخبات مستوياتها بتتطور، ويا رب احنا نبقى من المنتخبات اللي مستوياتها بتتطور خلال البطولة، وده اللي يخلي عندنا أمل ويخلي عندنا هدوء شوية، انه كده كده مستوى البطولة مش كبير، مستوى المنتخبات في البطولة مش كبير بما فيهم منتخبنا بصراحة يعني. فاحنا كلنا راس براس، مفيش حد فارق عننا كتير يعني، مش بشكل واضح، نعلى كده ونتطور في المستوى وان شاء الله اللي جاي يبقى محترم وكويس. طيب تعالوا نشوف ترتيب مجموعة الجزائر عشان تعرفوا الموقف هيبقى عامل ازاي. كوت ديفوار في المركز الاول باربع نقاط، في المركز الثاني غينيا الاستوائية بثلاث نقاط، سيراليون في المركز الثالث بنقطتين، والجزائر في المركز الاخير بنقطه واحده. الجزائر هتواجه ساحل العاج. خلوا يا جماعه الصوره بتاعت المجموعه دي معانا شويه عشان اشرح للناس اللي هيحصل. الجزائر فازت المباراه اللي جايه على كوت ديفوار هتبقى اربع نقط تمام، وهتبقى في المركز الثاني غالبا. غينيا الاستوائيه وسيراليون، غينيا كسبت بقت اول مجموعه، سيراليون كسبت هتبقى اول المجموعه لو ساحل العاج ما كسبتش الجزائر. عشان كده بقول لكم الاربع منتخبات في هذه المجموعه مراكزهم ينفع يبقوا في الأول ما عدا منتخب الجزائر، كله ينفع يبقى في المركز الأول. كل الفرق أو كل المنتخبات في هذه المجموعة تقدر تصعد سواء أول أو تاني أو حتى من أفضل الثوالث. مجموعة قوية جدا، صعبت يعني خسارة الجزائر صعبت الأمور كثيرا كثيرا في هذه المجموعة، أصبح الأمور معقدة جدا. على الورق قبل البطولة ما تبدأ وأنت مغمض عينيك الجزائر أول كوت ديفوار تاني، سبحان الله. الكورة ما فيهاش ورق، الكورة فيها ملعب، نلعب ونشوف مين اللي يكسب ومين اللي يخسر ومين اللي يتعادل ومين اللي يصعد ومين اللي يفوز بالبطولة في الآخر. المهم نركز تبقى الأمور جيدة الفترة اللي جاية عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا في كأس الأمم الأفريقية اللي زي ما قلت لكم المستويات فيها متقاربة جدا. طيب تعالوا نروح لكأس الرابطة. كأس الرابطة النهاردة وقيمة مباريات قوية جدا. فيوتشر للمباراة الثانية على التوالي يفوز ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مجموعته في كأس الرابطة. فاز على مين النهاردة؟ فاز على بيراميدز وفي الدقيقة الأخيرة 2-1. دي النتائج اللي حصلت النهاردة. الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية تعادلوا إيجابيا 2-2، ومصر المقاصة فاز على إيسترن كامباني 2-1، ومصر المقاصة أيضا بيفوز للمباراة الثانية على التوالي. مصر المقاصة عجبني، مصر المقاصة متحيز له بصراحة ما اكذبش عليكم، زي ما قلت لكم نتائج محترمة جدا، فرق يعني ممكن نقول في وسط الجدول، فرق حديثة العهد في الكرة المصرية عاملين أداء رائع جدا في كأس الرابطة. أنا عجبني كأس الرابطة والأداء اللي بيحصل من الفرق دي في كأس الرابطة عشان يعني نشوف تنافس حقيقي بقى، يعني في كأس الرابطة بتشوف تنافس حقيقي على الصدارة وعلى الفوز عكس الدوري. الدوري تعرف أهلي وزمالك وممكن بيراميدز يخش شوية معايا على الصدارة، لكن دلوقتي ممكن تقول إيه فريق مصر المقاصة يعمل مفاجأة ويوصل لنصف النهائي، فيوتشر ممكن يكسب البطولة، فيوتشر بيكسب ماتشين على التوالي والنهاردة بيكسب فريق محترم زي فريق بيراميدز. فيوتشر من أول الموسم بيقدم أداء مميز جدا سواء في الدوري أو في كأس الرابطة. البداية كانتش لسه فيها فوقان، لكن خلاص فرقة مليانة نجوم، فرقة معاها مدير فني محترم وإدارة محترمة، ومعاهم كمان الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي فيوتشر. كابتن عبد الظاهر صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور حبيبي يا كريم. صباح الفل، اخبارك ايه؟
كله تمام يا حبيبي، وحشني والله. والله العظيم وحشني جدا انت عارف. الله يخليك يا حبيبي. مليون مبروك الفوز النهارده على بيراميدز، فريق كبير، وهو فوز تاني على التوالي، واداء فيوتشر يعني النهارده الناس كلها بتتكلم فيوتشر شكله هو اللي هينافس على البطوله دي، هو اكتر فريق بيقدم كمان مباريات محترمه. الحمد لله كريم والله، بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على الاداء والتنفيذ التعليمات اللي بيقولها الكابتن علي ماهر في الملعب. اتنين، عايز اشكر الرابطه بس عشان برضو كل ما اي مناسبه لازم اذكرها، لان فعلا في التوقيت ده كريم ما كناش هنعمل المستوى ده ولا الريتم ده ولا هنلعب اللعيبه اللي ما بتلعبش ولا الاستادات ولا الاذاعه. لا، كان التوقيت ده كان ميت بالنسبه للانديه كلها. صحيح. خاصه يعني. صحيح. انت شايف قد ايه المباريات سخنه وقد ايه التنافس فيها عامل ازاي، وده بشكل كبير هيحافظ على رتم الدوري اللي كان بيضيع في اي فتره من فترات التوقف، وده نجاح كبير جدا للرابطه بشكل كبير، فبشكرهم يعني بشكرهم بشكل كبير وان هم اصروا عليها ولعبوا الانديه، والانديه كلها دلوقتي انا شايف مكاسب كبيره قوي من المسابقه دي. لكن بالذات احنا كمان يعني احنا كفريق لسه متكونين بقالنا 4 شهور يعني. كل الفرقه دي كلها متكونه جديده العهد زي ما بيقولوا. صح. مدير فني عايز يحط اسلوبه، عايز ياكد على طريقه لعبه، عايز يجرب بعض اللعيبه اللي موجوده. الحمل البدني، عايز يزود الحمل البدني اللي موجود، اللعيبه دي متمرنه جامد ومع ذلك بتلعب، فبرضه عنده البدني ما بيقعش منه. لا، فوائد كتيره جدا 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 بالنسبه. صحيح. للفريق ونتائجه كويس جدا ان انت بتبقى فرقه جديده وبتتعود على المكسب، وده اللي احنا بنزرعه في اللعيبه، لان انت عندك لعيبه خدت بطولات ولعيبه نجوم زي ما انت بتقول واخده على المكسب، فلما بتكسب الفريق بياخد ثقه في نفسه، خاصه لما يكون فرقه زي كبيره زي بيراميدز مع مدير فني كبير ولاعيبه لهم اسماء كبيره جدا يعني. فمكاسب مش بس ال3 نقط او كاس الرابطه، لا هو الثقه في النفس ان انت تقدر. تقدر طبعا، فده بشكل كبير يعني عامل لنا ايجابيات كويسه جدا في تقدر المرحله دي. تقدر ايه بقى يا كابتن عبد الظاهر؟ انا سمعت حضرتك تصريح قلت انه فيوتشر ما ينفعش يبقى ليستر سيتي في انجلترا، يعني ليه فيوتشر ما ينفعش يبقى ليستر؟ مليان نجوم، عنده مدير كرة يقدر ينظم الفرقة بشكل كويس، وبالتأكيد عنده مدير فني كبير زي الكابتن علي ماهر، إيه اللي يمنع؟ عشان ليستر سيتي بقاله سنين كبيرة جدا سواء في الدرجة الثانية نادي، احنا لسه كنادي زي بيراميدز بقاله 3 سنين، احنا كنادي بقالنا 4 شهور. يعني فاهمني؟ يعني انت 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 عندك مجموعة من اللعيبة كويسة، لكن لسه ما بقتش تيم قوي. لسه ما مدير فني لسه ما حطش شخصيته في الفريق، الفريق لسه ما كونش شخصيته، وهل كل القرارات اللي احنا خدناها في الفتره الاخيره دي كانت صح ولا غلط؟ هل مين هيستحمل الضغط؟ مين اللي هيستمر معاك؟ كتير قوي، عوامل كبيره جدا كتيره جدا يا كريم. ما تقدرش تقول ان احنا ممكن ننافس على الدوري، خلينا واقعيين. انا نفسي نتمنى، لكن في البلان اللي احنا حاطينه احنا عايزين نوصل لابعد حته موجوده يعني في الدوري ممتاز، ومش بشيل ضغوط على اللعيبه ولا على الجهاز الفني، ده الحقيقه يعني. لو انا قدرت ان انا اروح المربع ده هيبقى نجاح رهيب، ان احنا في اول سنه دوري ممتاز، واول سنه ان النادي يعني عيد ميلاده في اول سنه انه يكون موجود في المربع ده، انجاز هيبقى رهيب. لكن الواقع بيقول انت جايب لعيبه من 13 نادي بثقافات مختلفه. صح. يعني في لعيبه عندي ما راحوش غير اوضه لبس واحده، زي سعد سمير مثلا بقاله 13 سنه في النادي الاهلي، جنش في نادي الزمالك طول عمره مده طويله. فهل ده في الفتره القصيره دي نقدر نكون شخصيه فريق يقدر ياخد بطوله زي نادي عنده 100 سنه معدل 100 سنه زي الاهلي والزمالك؟ صح. صعب جدا. صح. التاريخ صعب. صح. فخلينا واقعيين يعني. انا بقول لك لو احنا رحنا للمربع ده نجاح رهيب، يبقى نجاح ما بعده نجاح يعني طبعا. لكن ال 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 اللي مشجعك خبرات الناس اللي موجوده يعني، سواء اداره سواء مدير فني سواء لاعبين في الملعب، ده اللي مشجعك وده اللي بيأثر. بس الامر بقى الامر يختلف يا كابتن عبد الظاهر في كاس الرابطه، صح؟ يعني كاس الرابطه من حقك تطمح انك تفوز بيها. كل النادي كاس مصر، كاس الرابطه ده من حق كل الناس، ومحدش يقدر يقول انه مقتصر على حد. تمام.
النهارده لو ما فيش اي نادي فكر في ده يبقى نادي مش طموح، لان لعيبه الاهلي والزمالك خلينا واقعيين مش موجودين. يعني الانديه اللي ما بتلعبش بالفول تيم بتاعها الحقيقيين هو الاهلي والزمالك. صح، ما دول اللي هم الناديين الوحيدين اللي بيدخلوا اي بطوله بتقدر تخاف من ان هم ياخدوا بطوله. لكن كل الناس بتحارب وكل الناس بتحاول بشراسه، كل الناس بقى عندها شخصيه وكل الناس بقت فاهمه خلاص. فانت بقى انت عندك سكواد كبير، انت لعيبتك فاهمه هي عايزه تروح فين. ده المهم، ده المهم ان انت تزرع في اللعيبه ان انت رايح تاخد. ممكن ليه لا، يعني انت النهارده كسبان ماتشين، هتلعب المقصه الماتش اللي جاي على صداره المجموعه، قدامك فرصه كبيره جدا ان انت تحقق الموضوع ده. فانا شايف ان هي ليه لا يعني، انما في الاول والاخر ايه الهدف من كاس الرابطه عندنا احنا شخصيا؟ ان احنا الماتشات دي ما كناش هنقدر ناخدها، ولو حتى خدناها وديا مش هتبقى بنفس الضغوط ديت على اللعيبه. فكويس جدا ان احنا ماتشات مش بثلاث نقط في الدوري، احنا دخلنا الدوري بسرعه، بعض الناس دخلت معانا في اخر ايام، فريق ما كانش مكتمل. في ظل كل ده برضو يا كريم، انت عندك كان عندك ثلاثه في منتخب مصر دلوقتي الحمد لله في اثنين بيلعبوا، فيعني الحمد لله في اربع شهور انا بشوف عليهم مكاسب كتيره جدا. صح. للفريق. بمناسبه بقى منتخب مصر، ما ينفعش يبقى معايا الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا نجم منتخبنا الوطني السابق وما سالكش عن رأيك في أداء منتخبنا في بطولة أفريقيا حتى الآن؟ بطولة يعني بطولة طبعاً يعني فيها أحداث كتير جداً وفرق كبيرة زي الجزائر النهارده زي بتتعادل وبتشوف إن هو آخر فرصة ليها، مثلاً زي هتلاعب كوت ديفوار فريق كبير. إحنا حساباتنا كانت اتلخبطت تماماً يعني اتقلبت، عشان كده كنا دايماً نقول يا جماعة الكورة ما فيهاش ثوابت، بكرة إيه موجود مش ما أنتش عارف إيه اللي موجود. فعشان كده بقول للعيبة فرصة كبيرة جداً إن الحمد لله في توفيق معانا. يعني في البطولات اللي إحنا خدناها ما خدناهاش عشان إحنا أحسن لعيبة، خدناها أحسن تيم، كنا إحنا كلنا عايزين البطوله. ففي حاجات بتخدمك وانت ماشي زي دي مثلا، يعني انت خلاص مش تقابل الجزائر خلاص تمام، يعني ما كناش انت كل ترتيباتك هتقابل كوت ديفوار ولا الجزائر. دلوقتي لا، انت ممكن تقابل سيريليون، ممكن تقابل غينيا الاستوائيه. فاذا النهارده اكسب بس وادي اداء كويس جدا، حط شخصيتك في الملعب. صح. واعرف ان انت فريق قوي وفريق اكتر فريق خد بطولات في افريقيا كلها والناس كلها خايفه منك. فالعب بكده. لكن طبعا الماتشين اللي فاتوا طبعا ما فيش حد راضي على منتخب مصر، لكن احنا في فتره مسانده ما بلناش غير ان احنا نساند. صح. يلا رجاله في ظهركم. صح. دايما قوه الكلام في وقت الكلام. يعني انا النهارده هل انا في وقت حساب ولا في وقت مساندة؟ أنا كعبد الظاهر كجمهور، أنا الوقت جمهور مش مسؤول في وقت أو لعيب في كورة، فأنا في وقت مساندة. فيلا إحنا معاكم، عندكم شوية أخطاء يا رجالة عايزين نصلحها، عايزين نبقى شوية أحسن من كده، تمام خلاص بننور كشاف في حتة معينة. اتظلم يا كابتن عبد الظاهر محمد عبد المنعم لما لعب في مركز الظهير الأيمن المباراة الماضية، مباراة نيجيريا، المباراة قبل الماضية؟ حتة الظلم دي أنا ما بحبهاش. لعيب الكورة أنا هحطك هنا، أنا عاوز منك ده مع عمر كمال باك رايت أصلا يا كريم. لا بس أصلا يعني على الأقل لعيبة مع فيوتشر شوية، بس أنا أقصد هل أكرم توفيق باك رايت أصلا؟ لا، هي الموضوع موضوع هل أنت كلعيب بتتكيف لكن المشكلة في المدير الفني، أنت طلبت مني ده عشان نفذه ولا ما مرنتيش عليه؟ أيوه صح. انا دايما اقول يعني انت بتطلب منه عشان يعمل ايه، انما انت ما طلبتش منه حاجه وحطيته على طول في الحته دي. انا عليا ان انا ادي عليا، لو انا مش باك رايت بقى انا اقف خلاص. المشكله اللي الولد كان جامد جدا، احسن لعيب في نيجيريا فهمني. والسيرد باك لما بيطلع بره ال 18 او بيطلع بره الزوم بتاعه بيقل جامد جدا جدا. طبعا فبحيي منعم عليه بشكل كبير جدا. وانا دايما اقول لمنعم هيبقى مستقبل مصر اللي جاي، واحنا بنختاره في فيوتشر. يعني انا كنت مبسوط جدا انه هيبقى معانا.
اخلاقيا ولعبا وعنده كل مقومات اللعيب الكبير. بس هو ناقص بعض التجارب اللي موجود. الحمد لله بقى دولي بقى ياخد دلوقتي خلاص الحمد لله، وان شاء الله يلعب الماتش اللي جاي. انا عشان اكيد اكيد شهادتك فيه دلوقتي هتبقى مجروحه بحكم عملك، بس انا برضو احب اشهد انه في استوديوهات كتيره السنه اللي فاتت واللي قبلها كنت بتتكلم عن محمد عبد المنعم ان هو مدافع كبير. طبعا يعني انت دايما بتتكلم عنه بشكل كويس جدا. طيب كابتن عبد الظاهر، عشان ما اسالكش السؤال التقليدي مين بيفاوض ومين بيعمل والكلام ده، لعيبه فيوتشر مكملين مع الفريق لنهايه الموسم ولا في مفاوضات مع اي لاعب؟ ما عنديش اي حد يا جماعه، والله انا تعبت من الموضوع ده. ما عنديش اي حد اعاره في بند انه يقطع عارضه، وما عنديش حد للبيع. احنا فرقه لسه متكونه. بس يعني ده كلام منطقي، عشان انا برضو انا عشان كده سرت السؤال بالطريقه دي، ان انا مش عايز اسمي اسمي بعينه، انا عايز حضرتك تقولها بشكل عام. بص يا كريم، انا فرقه بقالي 4 شهور بكون لسه فرقتنا لسه ما لهاش الشخصيه اللي احنا بنتمناه. فهل وانا كده اجيب عضو اساسي منه وامشيه؟ مش ما فيش اي نوع من العقلانيه او الخبره اللي هتقول لك الكلام ده. صح وما في كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر ساعه مدير الكره بنادي فيوتشر، وضح كل الامور فيما يخص فريق فيوتشر وفيما يخص المفاوضات. هو قال لك تماما الموضوع مقفول، لا لعيبه هتقطع عارضتها. بيتكلم طبعا على الكلام اللي اتقال على محمد عبد المنعم انه ممكن يرجع الاهلي تاني في الوقت ده وهو معار للنادي الاهلي، وطبعا الكلام برضو كان احمد عرفة قاعد في مفاوضات مع الاهلي. هو قفل الامور دي كلها بشكل واضح وبشكل تام. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر ساقه مدير الكره بنادي فيوتشر نجم منتخبنا الوطني الاسبق معانا الان عبر زوم، زميلنا العزيز المميز دوما حسن غنيمه يقول لنا اخر الاخبار في الكاميرون وبعث منتخبنا اللي وصلت يا ويندي لمواجهه المنتخب السوداني. يا حسن صباح الخير عليك، مشرف ومنور. من العاصمة الكاميرونية يا وندي، صباح الخير عليك زميلي العزيز كابتن كريم رمزي، صباح الخير على كل مشاهدينك الكرام. يمكن احنا يعني من حوالي 3 ساعات او 4 ساعات هنا بتوقيت الكاميرون وصلنا بفضل الله للعاصمة الكاميرونية يا وندي بعد رحلة طيران في الجو استغرقت حوالي ساعتين، وبعدها بعد ما نزلنا المطار ركبنا اتوبيس، يعني قعدنا حوالي ساعة ونص لحد الفندق الاقامه، لان مطار ياوندي يعني بعيد عن العاصمه بحوالي ساعه ونص. لكن كريم خليني اقول لك بقى النهارده يعني الاجواء والكواليس النهارده داخل معسكر منتخبنا الوطني، الحقيقه اللي هناك حاله من التفاؤل داخل معسكر منتخبنا الوطني بعد اقتناص اول 3 نقاط مهمه جدا بالامس امام غينيا بيساو، عملت نوع من الارتياح داخل المعسكر وتنفسنا الصعداء. لكن من شويه كيروش يعني من حوالي كده ساعتين ثلاثه كان كيروش قاعد مع اللاعبين وكان بيتكلم على مفاجآت البطوله الحقيقه، ويعني قبل لسه ما خلصش كلامه لقى انه في مفاجاه كبيره بفوز المنتخب الغيني على المنتخب الجزائري، ودي المجموعه اللي احنا هنلعب مع احد فرقها في دور ال 16. المجموعه كريم حصل لها شقلباظ، ما بقيناش عارفين مين الاول، والصغار يعني بقوا شايفينهم سيراليون وغينيا بقوا بيتصدروا المجموعه وفي طريقهم للصداره. الحقيقه واضح انه بطوله الامم الافريقيه رفع الشعار هنا في الكاميرون، وهي سيطره المنتخبات الصغيره والغير متوقعه، وبالتالي منتخبنا الوطني حتى طيب حسن يعني حسن من فضلك من فضلك عايز اسالك على حاجه. اتفضل يا كريم. حسن من فضلك عايز اسالك حاجه، ردود الافعال بقى في المنتخب الوطني وهم بيتفرجوا على المباراه، ردود افعال اللاعبين والجهاز الفني بعد خساره الجزائر اليوم؟ بالتاكيد يعني ما حدش كان مصدق، يعني مفاجاه، لو جبنا ساحر عمره ما يتوقع هذه النتيجه. المنتخب الجزائري حقيقه حامل اللقب وبطل البطوله الاخيره لكاس العرب، يعني الحقيقه كان واحد من اقوى المرشحين للفوز بالبطوله، يعني نعم لسه عنده امال، ولكن لاعبي منتخبنا الوطني وهم بيشاهدوا المباراه الحقيقه ما كانوش مصدقين وما كانوش متوقعين، وبالتاكيد احنا زعلنا على المنتخب الجزائري الشقيق على النتيجه، كنا نتمنى فوزه بالتاكيد كواحد من المنتخبات العربيه، ولكن واضح كده انه الفرقه اللي هنلعبها في دور ال 16 ممكن تكون غير متوقعه، ممكن نلاقي نفسنا باللاعب سيراليون وباللاعب غينيا بعد فوزها النهارده. الجزائر النهارده حتى حديث اللاعبين لاعبي منتخب مصر داخل المعسكر يعني بيتكلموا ان النتيجه دي بالنسبه لهم كانت مفاجاه، وهم قعدوا بقى يتكهنوا ويتوقعوا مع بعض هيلعبوا مع مين في دور ال 16. لكن خليني اقول لك بقى يعني انه حتى كيروش بيتكلم مع اللعيبه
قال لهم انتوا شفتوا ما يعني ننسى مباراه نيجيريا الاولى بالتاكيد، عشان يعني خلاص كل النتائج خارج التوقعات واي فرقه ممكن تكسب اي فرقه. لكن عايزين اقول لك يا كريم انه يعني بالتاكيد كان في النهارده كواليس كثيره جدا منذ صباح الباكر، بالتاكيد حركنا النهارده الساعه 2 الظهر من جروه الساعه 2 الظهر من جروه الى ياوندي في رحله استقرار ساعتين زي ما قلت لك. ولكن قبل ما نطلع على الطياره، الدكتور محمد ابو العلا والاستاذ شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامه باتحاد الكره اللي موجود مع البعثه، لان هو الوحيد تقريبا اللي بيتكلم فرنساوي فبيسهل حاجات كتير وبيقوم بدور كبيره جدا في المعسكر، طلعوا للطياره قبل ما تطلع من مطار جروه الى ياوندي، لان الطياره دي كان على متنها المنتخب الغاني، المنتخب الغاني عنده حالات كورونا كتير، عشان كده كيروش قال للدكتور محمد ابو العلا انه يطلع قبل اللعيبه للطياره ويعقم الطياره كويس جدا ويتاكد انه التعقيم على ميورام والتعقيم 100%، بالتالي اللعيبه طلعوا للطياره. لكن بقى بمجرد وصولنا لمطار ياوندي العاصمه الحقيقه حصل موقف غريب جدا، كان المفترض ان احنا نلاقي عمال مهمات موجودين في مطار ياوندي، لكن ما كانش موجودين ان هم يشيلوا شنط اللعيبه او اللاجج اللي موجوده في الطياره للعربيه الكبيره اللي بتنقلها للفندق، ما لقيناش اي عمال مهمات، وفضل اللاعبين والجهاز الفني منتظرين داخل الاتوبيس فيما يقرب من ساعه الا ربع عشان يحلوا الموضوع. الحقيقه في لفته طريفه جدا جدا، لفته يعني جيده جدا ولفته وطنيه من الجهاز الفني المصري الموجود مع كيروش، كابتن محمد شوقي وكابتن ضياء السيد والحضري وكابتن وائل جمعه نزلوا بنفسهم من الاتوبيس وشالوا شنط اللعيبه وشنط المهمات والكور وكل الاغراض بتاعه البعثه من الطياره للاتوبيس عشان اللعيبه ما تتاخرش وما يصابوش بالارهاق اكتر واكتر. عشان كده ده اللي خلى كيروش النهارده انه يلغي التمرين طول اليوم وقال ان النهارده ما فيش تمرين عشان اللعيبه ما تصابش بالارهاق، وبالتالي بكره هيكون اول تمرين لمنتخبنا الوطني في العاصمه الكاميرونيه ياوندي في ملعب التدريب اللي بيبعد عن فندق الاقامه حوالي 10 دقائق بالتاكيد يا كريم. يعني بكمنه المشاكل اللي موجوده في التنظيم يا حسن، الامور بالنسبه للامور البدنيه والعضليه للاعبين، عايز اسالك تحديدا على احمد فتوح، حالته دلوقتي عامله ازاي؟ هيلحق المباراه اللي جايه ولا مش هيلحق؟ باقي اللاعبين كمان في احسن حال واحسن صحه ولا الوضع ايه؟ بالتاكيد حاله المصابين سواء الونش او سواء احمد فتوح على ما يرام، ولكن صعب جدا ان الاثنين يلحقوا بمباراه السودان المقبله. احمد فتوح مازال يعني بيتلقى العلاج، ولكنه يعني كيروش قد يفضل ان هو يريحه في ماتش السودان عشان يستكمل تماما عمليه استشفائه من الاصابه. وكذلك ايضا وينش حقيقه النهارده اجرى اشعه منذ قليل بعد وصولنا مباشره الى العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وطلعت نتيجه الاشعه منذ قليل انه عنده شد في العضله الاماميه، وده خلاص كده الوينش مؤكد بنسبه 1000000% هيغيب عن المباراه المقبله امام السودان. كان الجهاز الفني والجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العلا فضلوا ان الونش يعمل الاشعه دي بمجرد وصولنا لياوندي عشان الامكانيات الطبيه في جروه بسيطه ومتواضعه للغايه، وكان لينا معاها تجربه سيئه للغايه الحقيقه بعد اصابه النجم المصري اكرم توفيق يوم الاصابه دخل جهاز الاشعه وجئنا ان الجهاز ما اشتغلش، عشان كده قلنا نستنى نروح العاصمه عشان نعمل اشعه على الونش، وبفضل الله الاصابه بسيطه، هو بس المباراه اللي جايه مش هيكون موجود، عشان كده محمود علاء دخل في الصوره انه ممكن يشارك اساسيا بدايه من مباراه السودان المقبله، ولكن تاكد غياب احمد فتوح ايضا عن مباراه السودان المقبله ويبدا يشارك باذن الله بدايه من دور ال 16 يا كريم. زميل عزيز حسن غنيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الكواليس الرائعه كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا حسن غنيمه من الكاميرون كواليس ما قبل مواجهه منتخب مصر والمنتخب السوداني. نرجع تاني لكاس الرابطه، ومعنا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن كريم ذكري مدير الكره بالنادي المصري البورسعيدي. كابتن كريم صباح الخير، مشرف ومنور. ازيك كريم، اخبارك ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله في نعمة يا رب دايما. النهارده تعادل ايجابي
مع الاتحاد 2-2، مباراة كبيرة احنا استمتعنا بالمباراة، ولكن اكيد انتوا كان نفسكم تكسبوا المباراة زي ما الاتحاد اكيد كان نفسه يكسب المباراة. طبعا يا كريم، بس انت عارف دايما ان مباراة المصري والاتحاد بيبقى فيها منافسة كبيرة جدا، مباراة ما تقدرش تتوقع نتيجتها. فانا اعتقد ان السادة المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا يعني استمتعوا بالمباراة، لكن صح. طبعا جماهير النادي المصري كانت بتسمع في المكتب، وخصوصا كمان ان احنا يمكن خسرنا من الاتحاد الماتش اللي قبل اللي فات في الدوري، خسرنا 1-0، خسرنا من المقصة المباراة الأخيرة في كأس الرابطة. فيعني كان نفسنا إن احنا نكسب عشان برضو إيه المكسب كويس طبعا، لكن هي في الأول والأخير الحمد لله يعني نقطة كويسة، بتلعب فريق كبير، بتلعب فريق محترم، فريق لسه كسبان بيراميدز، وإحنا عارفين بيراميدز فرقته عاملة إزاي. فيعني كنا نأمل في المكسب، لكن أنا عارف إن التعادل مش هيدي غرور جمهور بورسعيد طبعا، لكن أنا بقول إن لما بتيجي من هزيمتين وبتتعادل مع فرقة كبيرة ومعاهم مدرب طبعا محترم زي كابتن حسام وكابتن إبراهيم، فأنا شايفها بداية نبني عليها. النهاردة كمان في أكثر من لاعب بيشارك لاول مره زي اسلام الزين. طيب انا هقول لك حاجه بصوت جماهير بورسعيد بصراحه. ايوه داخل كاس الرابطه تمام، فرصه المصري ياخد بطوله، وجماهير بورسعيد وجماهير النادي المصري دائما تبحث عن بطوله، خساره في المباراه الاولى وتعادل في المباراه الثانيه. وانا حسيت انا لو انا هشجع المصري او انا مشجع للمصري انه لا، المصري مش داخل البطوله عشان ياخدها. لا خالص، احنا داخلين على البطوله عشان ناخدها. خلي بالك يا كريم، انا عايز اقول لك على حاجه. انت لو بتلعب ماتش ودي، ماتش ودي مذاع وجماهير النادي المصري بتتفرج، فهي ضغطك اصلا عشان تكسب الماتش الودي. صح صح. ما بالك بطوله رسميه، احنا وصل لنا احساس الجماهير. طبعا النهارده بشكر الجماهير اللي جت تأزر فرقتها، وكل ماتش بتعادلوا على كده، بس النهارده كان في مطره كثيره جدا، فرقه جمهور مسافر من بورسعيد لاسكندريه حوالي 3 ساعات ونص في عز البرد. فطبعا بشكرهم. الجماهير دايما ضغط النادي المصري، ضغط المنظومه عموما، ودي حاجه ايجابيه، انا شايفها دايما حاجه ايجابيه، حاجه بتضيف للفريق. صح. فايا كان البطوله اللي تحت اي مسمى اللي احنا داخلينها، لا احنا داخلين عشان ننافس، احنا دايما بنحاول نرضي جماهيرنا. فجماهيرنا ما بتقبلش في حاجه غير الفوز. ايه الاليات او ايه الادوات اللي احنا بنشتغل بيها؟ هم ما بيفكروش في حاجه غير المكسب، دي حاجه جميله جدا بصراحه. صح. طب هل هناك ما ينقص النادي المصري في اللحظه دي انه يكسب البطوله؟ هل في عوامل ممكن ما تخليكش تخسر؟ هل في مثلا اصابات، غيابات كتيره؟ هل في ازمات من اي نوع؟ هل في اي حاجه تمنع؟ لا خالص، لكن هي المشكله في الفتره اللي فاتت الاخيره، ان كان في فراغ اداري. انت عارف طبعا النادي المصري كان في فراغ اداري لمده 15 او 20 يوم، دي اللي كانت مأثره شويه على الصفقات، لكن الناس بدات تتحرك. مجلس الاداره باشمهندس سامح حربيه والمشرف على الكره الحاج عاطف مبروك، فلا في حاجه كتير جدا كويسه الفتره الجايه بتتعمل. الاسبوع ده المستحقات المتاخره للعيبه كلها هتكون موجوده، لكن كان في رساله واضحه من مجلس اداره النادي المصري لما قعد معانا انا والكابتن معين اول امبارح، ان دايما احنا بنوفر طلبات اللعيبه وبنحاول بكل جهدنا ان احنا نوفر طلبات اللعيبه، ده حق اللعيبه، لكن دايما النادي المصري ليه حق عليكم انتوا واللعيبه، فدايما حق النادي المصري لازم يوصل اول باول. النادي المصري حق النادي المصري ان دايما احنا باصين للمكسب اللي انا اتكلمت معاك فيه دلوقتي يا كريم. صح. حق النادي المصري ان لو اي لعيب شذ عن القاعده مش مقدر قيمه الجماهير ولا قيمه النادي المصري، لا في عقوبات، وده اللي حصل مني انا والكابتن معين في الفتره الاخيره. عملنا مذكرات بخصم يمكن اكتر من لاعب، يمكن انت عارف اللعيبه اللي معايا كلها رجاله بصراحه، يعني لعيبه محترمه جدا وبتحب النادي بصوره كبيره، وبيستحملوا في وقت من الاوقات حاجات كتيره جدا عشان بيحبوا النادي المصري وواثقين في النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري. لكن وارد ان لعيب او اثنين بيشذوا عن القاعده، لكن اتطبقت عليهم اللائحه والناس رجعت تاني مفيش مشاكل. فالمجلس الاداره ما تواناش يعني، مضى الخصومات على طول ودعمنا وقال ده اللي المفروض يحصل ان شاء الله دايما. مظبوط كابتن كبير. فمفيش، انا مش شايف ان في حاجه ناقصه النادي المصري غير ان احنا برضه ماشيين في الصفقات بشكل كويس. وحته المستحقات لا ان شاء الله تنزل اللعبه كلها قريب وخلال الاسبوع ده باذن الله. الكابتن كريم زكري مدير الكره بالنادي المصري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب النهارده بالمناسبه يعني ريال مدريد كسب كاس السوبر الاسباني، البطوله المقامه في الرياض، كسب النهارده اتلتيك بلباو 2-0، اداء رائع جدا، هدف اول لمودريتش وهدف ثاني لكريم بنزيما، واتلتيك بلباو اضاع ضربه جزاء قدام المتالق تيبو كورتوا اللي هو فعلا مش نص الفريق دلوقتي. تيبو كورتوا بيعمل اداء رائع جدا مع ريال مدريد، في رايي هو افضل حارس في العالم في الوقت الحالي في هذه اللحظه، مع كامل الاحترام طبعا لدوناروما الحارس الكبير الايطالي الكبير، ولكن تيبو كورتوا مستوى ثابت ومستوى رائع جدا، كان عامل مؤثر جدا في فوز ريال مدريد النهارده 2-0 على فريق اتلتيك بلباو. طيب
خلاص زي ما قال زميلنا العزيز حسن غنيمة، منتخب مصر بيفقد محمود الونش في المباراة القادمة قدام المنتخب السوداني، خلاص مش هيبقى موجود، وغالبا غالبا اللي هيبقى موجود مكانه محمود علاء. انتوا عارفين كان ممكن يبقى ايمن اشرف في هذا المركز، ولكن ايمن اشرف يعوض الناحيه الثانيه احمد فتوح في الناحيه اليسرى، وبالتالي خلاص تشكيل مصر الدفاعي في مواجهه السودان هيكون كالتالي: عمر كمال، عبد الواحد، احمد حجازي، وايمن اشرف، وجنب احمد حجازي غالبا هيبقى محمود علاء بسبب خبراته الكثيره في الكره الافريقيه، مش محمد عبد المنعم. طيب عايز اقول لكم مباريات الاثنين ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه هتكون كالتالي: الرأس الأخضر هيواجه الكاميرون الساعة 6 في نفس التوقيت، بوركينا فاسو هيواجه أثيوبيا في نفس التوقيت زي ما قلت لكم الساعة 6، في كأس الرابطة الإسماعيلي والأهلي في مواجهة كبيرة وكلاسيكية كبيرة الساعة 2:30 على استاد برج العرب، والجونة أمام المكون العرب في الخامسة على استاد القاهرة، والبنك الأهلي في مواجهة سموحة في نفس التوقيت على استاد بيتروسبورت. طيب حتى هذه اللحظة منتخب مصر بيستعد بشكل كويس لهذه المواجهة، كل الأمور في المنتخب حاليا مستقرة، مفيش أي قلق، فإن شاء الله نلعب مواجهة كبيرة قدام السودان. طيب نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ بأخبار النادي الأهلي، وناس كتير بتسأل ليه النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم يجدد عقد موسيماني، كلام بقالنا شهور بنتكلم على تجديد قريب لموسيماني مع النادي الاهلي، وحتى هذه اللحظه ما حصلش التجديد. كنت اتكلمت مع حضراتكم عن هذا الامر الاسبوع الماضي لما قلت لكم ان الكابتن محمود الخطيب غاضب من بيتسو موسيماني. غاضب من بيتسو موسيماني ليه؟ من سبب تصريحاته المتكرره في الاعلام، تصريحات تخص تعاقده، تصريحات تخص مفاوضات مع انديه اخرى خليجيه مثلا، تصريحات تخص كهربا والموضوع الشهير اللي هو قال انا ماليش دعوه باعاره كهربا وان النادي الاهلي هو اللي تحمل هذا الامر. كل الامور دي اغضبت الكابتن محمود الخطيب، اغضبته من حيث المبدا مش التصريحات نفسها مبدئيا، يعني هو من حيث المبدا هو متضايق ان المدير الفني يطلع يقول تصريحات بتحصل في الفرقه، وده الاهلي مش متعود عليه. ولكن هل ده ممكن يمنع تجديد موسيماني مع النادي الاهلي؟ ممكن يبقى جزء يضايق، بس مش شرط يكون هو الجزء اللي هيمنع تجديد التعاقد. تجديد التعاقد ممكن يكون مؤجل، ممكن يبقى مؤجل كمان بعد كاس العالم للانديه. طيب الاهلي كمان بدا يتكلم مع حسين الشحات على تجديد التعاقد في الفترة اللي جاية، وهيحط حسين شحات فئة أولى في التعاقدات، بنتكلم في تجديد 3 سنوات، أول سنة 12 مليون، تاني سنة 14 مليون، تالت سنة 15 مليون. المهم والسؤال: هل حسين الشحات قدم الكثير مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق حتى هذه اللحظة؟ لا. طيب هل حسين الشحات عنده إمكانيات كبيرة؟ طبعا. هل حسين الشحات مؤثر مع النادي الاهلي؟ المفروض هو كان مؤثر في بعض الفترات بس مش مؤثر بشكل دايم، يعني حسين الشحات لو مش موجود في تشكيله النادي الاهلي مش هتحس انه في غياب مؤثر، رغم انه الطبيعي ان حسين الشحات لازم يبقى في التشكيله الاساسيه النادي الاهلي، لازم يبقى غيابه، لو غاب يبقى غياب مؤثر، لكن هو ده لسه ما ظهرش. بس عموما الاهلي في طريقه لتجديد تعاقد حسين الشحات، وصلاح محسن خلاص تاكد غيابه عن كاس العالم للانديه بسبب إصابة بكسر في وجه القدم، هيعمل عملية وفي الغالب هيغيب حوالي شهرين. بيتسو موسيماني هيواصل اعتماده طبعا على اللاعبين الشباب في قائمة مباراة الإسماعيلي، القائمة هيكون فيها قائمة مباراة الإسماعيلي هتقام الساعة 2:30، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، محمود وحيد، محمد أشرف ومحمد خليفة، ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح مانو، ومحمد احمد شرقيه، وعبد الجواد عبد الرحمن، واحمد سيد عبد النبي، وكريم فؤاد، واحمد اشرف، ومحمد محمود، ومحمد فخري، وعوده عمار حمدي لقائمه النادي الاهلي، وهيلعب اساسي بالمناسبه في مباراه الاسماعيلي، صالح نصر ورافت خليل واحمد سيد غريب وزياد طارق اللي تالق المباراه الماضيه، ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف الشريف. ده بالنسبه للنادي الاهلي. اما نادي الزمالك فمصطفى فتحي خلاص حسم الامر وانتقل رسميا الى نادي الاتفاق السعودي بعد التعاون عفوا السعودي بعد الاتفاق اللي حصل بين نادي الزمالك ونادي التعاون، خلاص اللاعب هيكون في الفريق السعودي مقابل $1 مليون لصالح نادي الزمالك. انتوا عارفين ان عقد مصطفى فتحي ست شهور، فاضل له ست شهور مع نادي الزمالك، كان يحق ليه التوقيع في اي وقت لاي نادي ويرحل بنهايه الموسم، فنادي الزمالك قال انه يستفيد ماديا، وانا مع نادي الزمالك انه يستفيد ماديا ما دام رغبه اللاعب هي الرحيل عن الفريق. هو مصطفى فتحي كان قال لنادي الزمالك لو هتدوني نفس الرقم اللي هاخده في الموسم هناك وهياخد $1 مليون برضه في الموسم هناك افضل مع نادي الزمالك،
ده طبعا النادي الاهلي ما يقدر او نادي الزمالك عفوا ما يقدرش يعمله في الفتره الحاليه. النهارده محمود كهربا نزل مع فريق هطاي التركي كبديل قدام فريق جلطة سراي، كان الفريق متعادل مع جلطة سراي 2-2، نزل كبديل في اول مشاركه ليه وبعد 3 دقائق قدر يصنع هدف فوز فريقه على جلطة سراي. هو سجل الهدف او يعني صنع الهدف الثالث اللي بقت النتيجه 3-2، وبعد كده الفريق اضاف هدف رابع وخلصت المباراه 4-2 لهطاي عشان الفريق يصعد للمركز الثالث. وطبعا جلطة سراي بدون مصطفى محمد المتواجد مع منتخب مصر. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده، وبعد الفاصل هيكون معايا اتنين من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن هشام حنفي والكابتن الكبير كابتن جمال حمزه، وحديث مستمر عن منتخبنا الوطني ومشاركته في كاس الامم الافريقيه. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى في هذه الفقره. يشرفني اثنين من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن هشام حنفي. يا كابتن هشام صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل عليك يا كيكو، اخبارك فعلا ايه؟ حبيبي وصاحبي ويعني ببقى مبسوط جدا جدا وانا معاك والله، بتشرف. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك وعلى كل اللي بيتابعوك حبيبي. وطبعا اكيد بتشرف دايما لما يكون معايا جمال بصراحه. طبعا الكابتن الكبير كابتن جمال حمزه. يا كابتن جمال مشرف ومنور وحشني جدا. حبيبي يا كيمو انت اللي منور وحشني جدا، زي ما قال كابتن هشام كده والله بنبقى سعداء جدا ان احنا معاك. كل سنه طيبين، كل سنه طيب كابتن هشام. طيب يا كابتن جمال ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا يا رب يا رب. سنه سعيده بقى كابتن هشام مع منتخب مصر. ان شاء الله هتبقى سنه سعيده. وانا قبل كده فاكر اتكلمت معاك في التليفون وقلت لك احنا لازم نقف مع الراجل صح. ايام الكاس العرب صح. قلت لك لازم نقف في الفتره دي ان احنا نساند وعلى طول بنبقى داعمين بقوه، بس مش عايزين استنفار من الشارع الرياضي كله. احنا عايزين يبقى فيه برضو ان الراجل يحس بالناس ويحس بال ان يعني الناس بتحب الكوره بجد وبتحب بلدها اكتر صح. يعني الموضوع دلوقتي مش نادي، موضوع بلد. انت بتتكلم في مصر وحجمها في قاره افريقيا كبيره جدا جدا، فهو لازم يتعامل من هذا الاساس يا كريم. يعني لما النهارده تخسر وتلاقي رد فعل من الجمهور، ما ينفعش تروح للجمهور بنفسك صح. وتقول لهم صح. وتعالى انزل مكاني، لا ما ينفعش صح. انت المفروض الحاجات دي الواحد كان بيستحي وبيدخل من تحت المدرج كده عشان يدخل اوضه اللبس من غير ما ده. انت كمان الجماهير دي مش بتاعت زمان اللي هو بقى انا قاعد لك في مدرج وسب وقصف واغاني بتتغنى بالشتايم يعني صح. فالنهارده لا كان لازم بعد المباراه هو بيقول للراجل تعالى ادرب انت او تعالى. كنت عايز اقول ما هو اللي هيدرب يعني لو اي حد نزل من الجماهير ضرب كانش هيعمل اللي عمله كيروش في مباراه نيجيريا يعني برضه على الاقل هيقول تشكيل صح. بالظبط بغض النظر عن الاداره الفنيه طبعًا. طبعا يعني انا هتفق معاك 100%. اي حد هينزل هو وقاعد بره هيقول لك بص التشكيل بتاعي اهو مظبوط. لكن انت دايما يعني بص يا كريم وجمال يعني هو نجم كبير جدا وهيتفق معايا وشغال في التدريب وعارف انا ممكن ابدا غلط ممكن صح. ابدا انا بوجهه نظري احط تشكيل وجمال يحط تشكيل وانت حضرتك تحط تشكيل طبعًا. انا حر طبعًا. ان انا اعمل كده بس في نفس الوقت لما تحس ان في غلط عدل صح. يعني ما ينفعش تقول لي مصطفى محمد يلعب وينج رايت كانت ظريفه زي كابتن مصطفى عبده زمان وكابتن طريحي على الشمال ماشي الطريقه رجعت تاني بس ما ينفعش مصطفى محمد يبقى في الحته دي صح. صلاح يلعب راس حربه ممكن صح يلعب شريف ممكن يلعب مكان مصطفى محمد تعدي رغم ان هي على مضض بس مش يمين تعدي شمال اكتر يعني ماشي وهنفهمك ان انت مقتنع بيك جناح فحطيته يمين او شمال ماشي هنفهمك مش لكن ما ينفعش تحط وتريزيجيه ما ينفعش يبقى ناحيه اليمين هو لعب في بداياته ناحيه اليمين لكن في النهايه اعدل الملعب لو عدلت الملعب كان ممكن يبقى لينا شكل احسن من كده صحيح. الامور تحسنت شويه كابتن جمال ولا لسه ما تحسنتش؟ لا ما تحسنتش طبعا خالص. حتى لو هو بدا يحط الامور في طبيعتها يعني اللاعبين في احنا لو بنتكلم في كده يبقى احنا كده بنهزر صح. يعني لو احنا بنقول ان ده الراجل والله عمل حاجه جميله انه لاعب محمد صلاح ناحيه اليمين ايوه عشان كريم ممكن يعمل كده احنا بنهزر بقى يعني بقول لك انا ممكن اعمل كده ولو سيبنا المنتخب من يعني للعيبه اللعيبه هتعمل يعني طبيعي هتحط مصطفى محمد صلاح لا لا بقول لك مشجعين كمان هيحط مصطفى محمد فرويد عادي جدا هنحط واحد زي رمضان او مرموش او تريزيجيه ناحيه الشمال اللي هو عدلتهم صح. فكون ان هو بيعمل الطبيعي ده مش هو ده الانجاز بس هي اللي بيتكلم فيه كابتن هشام يعني نقاط مهمه جدا اول نقطه اللي هي ان الراجل المفروض بكم الخبرات اللي عنده دي المفروض انه يعني
ما ينفعش ان انا اروح اتعامل مع الجمهور خصوصا وانت خسران كمان. ف ده دليل ان هو ممكن لسه غصب عنه مش قادر يعرف حجم مصر داخل قاره افريقيا وداخل البطوله دي تحديدا، لان البطوله دي بتاعتنا يعني تاريخ وجغرافيا وارقام وكل حاجه لمصر. ف يعني شايف ان هو كان خارج برضو الكلام اللي هو بيقوله بعد مباراه نيجيريا تحديدا، انه يعني ايه ما يتغلبنا 1-0 وكان لينا ضربه جزاء وكنا ممكن نرجع في المباراه في التعادل، كنا ممكن نتغلب 4. فهو مش شايف النقطه دي، يعني هو مش شايف دي. فهل هو مش شايف، ولا هل هو يعني ده الكلام يعني بتاع الاعلام بس، ولا ده الكلام اللي مع اللعيبه؟ في حاجات واضحه لنا 100%، وانت مغمض كده تعرف ان كيروش ما بيتعاملش مع الجهاز المصري. وانت مغمض لازم يعني كل الناس عارفه وكل الناس شايفه النقطه دي. ودي نقطه في منتهى الخطوره. ما هو انا يعني معين ليه جهاز مصري؟ ما عشان لو في حاجات انت مش عارفها الجهاز المصري بيساعدك فيها. يعني ما فيهاش حاجه لما تاخد رايهم. طب اقول لك معلومه يا كابتن جمال بالمناسبه، يعني مين كان احسن لاعب في المباراه الماضيه؟ هو صلاح اللي خد مان اوف ذا ماتش. بس كان مين؟ بس مين احسن؟ انا شايف ان كان في السوليه يعني، وكان في وعمر كمان عبد الرحمن. عمر كبيره يعني، هما الاثنين يجوا بعد. المعلومه ايه بقى؟ ان هو كان هيبدا المباراه دي بمحمد عبد المنعم كمان. ويقنع نيجيريا نزل مكان اكرم، اقناع واستماته من الكابتن ضياء السيد. عمر كمال اللي هو كان يعني في راي ناس كتير كان احسن لاعب يعني، طبعا مع محمد صلاح اللي سجل هذا. وعمر لاعب، انا اقصد بس ان تقريبا زي ما انت قلت هو ما مش مقتنع بالجهاز المصري، بس تقريبا بقى عنده شويه مرونه يعني. طب انا يعني هنسال بعض في في الجزئيه دي تحديدا، كلنا بقى نرد على السؤال. دلوقتي انت واخد اكرم اللي هو ربنا يشفيه طبعا يا رب ويرجع بالسلامه، انت واخد اكرم رقم واحد كباك رايت، وواخد عمر كمال رقم اتنين الباك رايت، تمام كده صح؟ دي في الاختيارات بتاعته. لما رقم واحد بيتعور الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ رقم اتنين بتروح لرقم اتنين صح. فانت جبت واحد سيرد باك رحت محطه باك رايت، طب حضرتك مش واثق في عمر كمال، ما ده يعني صح ولا غلط؟ صح. طبعا. طب حضرتك خدته ليه من الاول؟ ايوه يعني الاختيار بقى كان ليه من الاول؟ صح. ما هو دلوقتي يعني صعب قوي الاختيارات فيها علامات استفهام كبيره جدا. انت واخد باكين رايت هم اصلا مش باكين رايت، واخد باك ليفت واحد اللي هو فتوح، ايمن اشرف ما بيلعبش باك ليفت، لو انت بتتكلم في الباك ليفت واخد واحد بس وهو اتعور، فانت رحت لايمن اشرف اللي هو المفروض انت واخده كسرد باك ويحل لك موقف ناحيه الشمال. صح. فانت خلاص دلوقتي بقيت مضطر ان ايمن اشرف يلعب باك ليفت لان فتوح متعور. صح. حاجات كتيره قوي في الاختيارات مش مقنعه. وانت لو انت مش مقتنع بلعيب معين او مش واثق فيه، طب تختاروا ليه من الاول؟ ايوه اصل احنا ممكن ما نبقاش مقتنعين يعني، احنا بنتفرج من مش مقتنعين. لكن لو انت اللي مش مقتنع وانت اللي مختار، انت اللي مختاره. طب يعني ازاي؟ معرفش. طبعا انا معاك. طيب يبدو ان البطوله كده كلها يا كابتن هشام غريبه وبصراحه برضو اكتر ضعيفه. يعني المباريات كلها مش كبيره والمنتخبات الكبيره مش كبيره. صح. يعني في حاجه، فاحنا ما احنا في النص بس الا منتخب واحد. انا شايفه في وجهه نظري فنيا بيعلى وبيزداد كل مره عن الثانيه، وهو اصلا منتخب قوي. انا شايف فنيا المغرب اعلى منتخب لغايه دلوقتي فنيا. يعني الجزائر بشخصيتها المفروض ان هو منتخب مرشح رقم واحد، يجي بعديه السنغال، يجي بعد كده المغرب، يجي بعد كده نيجيريا اللي هو الناس اللي احنا هنقع معاها في التصفيات. الكاميرا عشان صاحبه الارض والجمهور، لكن في النهايه تقدر تتغلب عليها. في فرق تقدر انت تتغلب عليها، وده اللي انا هرجع لك فيه. وجمال هو موجود ويتفق معايا او يختلف براحته، لكن ما عجبنيش تصريح امبارح كريوش ان هو بيقول لك ان ما فيش فرقه سهله، والناس اللي فاهم ما بتفهمش في الكوره يقول لك ان احنا اصل في فرقه سهله. لا انا باكد الكلام ده تاني، عشان امبارح كنت مع سيف وبتكلم في النقطه دي ان هو لا في فرق سهله يا كريم بالنسبه لنا احنا. لا وبالنسبه لنا يعني احنا بالنسبه لنا احنا امكانياتنا يعني طبعا في فرق سهلة. بالنسبه لنا سهله المفروض. هو الدوري المصري يعني كله صعب؟ هو الدوري المصري كله اهلي وزمالك؟ لا بس طب ممكن اقول حاجه اتناقش معاك فيها، يعني ممكن يكون قاصد انه ما فيش مواجهه سهله. ما فيش فعلا مواجهه سهله. في مواجهه سهله.
طب ما هي غينيا الاستوائيه النهارده كسبت الجزائر. ماشي مع ممكن صدفه. هي ممكن على الورق تبقى سهله. يعني بس الواقع بيقول اثيوبيا فين؟ يعني هو هو المقصود انه مش سهله ان انا ما انزلش وما العبش وهكسب. لا. لا طبعا. بس في في منتخبات في المتناول لازم اكسبها، لازم اكسب غينيا بيساو، لازم اكسب السودان، لازم يعني ده طبيعي. ده طبيعي. يعني انت النهارده كسبان يا كابتن جمال السودان في الكاس العرب 5-1. صح. طب انت لما تلعب ماتش رسمي ممكن تعمل ايه؟ ممكن السودان تخرجك. ده عندهم نقصان اكتر كمان من البطوله العربيه. ايوه يعني عندهم لعيبه ناقصه اكتر من البطوله العربيه كمان. طيب لو انت النهارده حطيت سيناريو، ما هدي كوره بقى مش انت بتقول كوره ما فيش مباراه سهله. طب السودان لو كسبك النهارده مين اللي يدخل؟ لا انت كده بره غالبا اهو انت قلته. يعني فرصتك دي كوره، فرصتك صعبه بقى تاخد تالت يعني. وده غلط لان انت حسابيا مع احترامي طبعا السودان شقيق وبلد شقيق واخوات وكل حاجه، بس انت بتتكلم كوره. كوره في ست فرق مضاعفه للمجاميع كلها. اثيوبيا مع احترامي ليها، السودان، غينيا، غينيا جزر القمر، موريتانيا مع احترامي، ست فرق. يعني هي المفروض احنا 24 هتنقص منهم 6 يبقوا كام؟ 18. ما هي اللي هم اللي زادوا دول الاقوى يعني. لكن في النهايه لا، لازم يبقى عارف كويس قوي ان انت حتى في الدوري الانجليزي وانت بتتفرج الدوري الانجليزي لو اقوى دوري في العالم لا في فرق سهله. ده طبيعي في اي حته. فهو بس ممكن هو واخد الموضوع، لا هو واخد الموضوع ان هو ايه عنده خلاص مع الناس اللي هو انا صح، ومهما تقعدوا تتكلموا وانتوا مين اصلا عشان تتكلموا، احنا هنا اللي بنفكر واحنا اللي عارفين احنا بنشتغل ازاي. وهو قال ان هو الناس دي ما بتفهمش، قال لك اللي مش هيفهم هيقول لك ان الفرقه سهله. طب يعني هو مصر كلها ما بتفهمش؟ لا هي مش مصر كلها كمان. هو المجلات الانجليزيه والجرايد الانجليزيه قالت ايه؟ ما قالت نفس الكلام اللي احنا بنقوله، انه طريقته اللعب غلط، وانت بتلعب محمد صلاح في حته غلط. طب دول كمان ما بيفهموش؟ فلا هي مش دي القصه. هي قصه ان في مباريات مش مباراه سهله زي ما انا قلت لك انه هنزل اقف في الملعب كده وهنكسب. لا بس في مباريات لمصر لازم تكسب، وانا بلعب غينيا بيساو لازم اكسب، وانا بلعب السودان مع احترامي طبعا للفرق دي لازم اكسب. وبعدين فكره ان هو برده دايما يروح رايح لحته اصل احنا مركزين في الماتشين بتوع كاس العالم. طب ما حضرتك ما انت ممكن تلعب نيجيريا في الماتشين بتوع كاس العالم دول. ده بالمناسبه نيجيريا هي ده اللي هي اضعف. أيوة نسخه اللي احنا نفسنا نفسنا يعني ده اضعف نسخه لنيجيريا اللي هي دي اللي هي اللي كسبتنا. وهم كمان ناقصين 3 4 لعيبه وانت مش ناوي نجم المباراه. طب ما حضرتك ما هي طب ما هي تجربه عمليه اهي. عندهم لعيب اسمه اوسمن يا كابتن جمال بيلعب في نابولي. يا نهار ابيض لو كان في 3 لعيبه متهيألي في 3 مش موجودين. هو اجاله مش موجود، اجاله اوسمن مش موجود. طب ما حضرتك اهو ما دي تجربه اهي للمباراتين اللي انت بتقول انا مركز فيهم. ودول الفرقه اللي انت هتلعب بيها لان هم دول كلهم اللي معاك. صح. اكيد مش هتاخد حد تاني يعني. وهيبقوا معاك دلوقتي فتره اطول من الفتره اللي قبل المباراتين بتوع كاس العالم. فما احنا مش شايفين المردود ده. ما هو ده اللي هيبقى. صح. نفس القصه في المباراه. انت تقدر تقول لي تصفيات كاس العالم، نيجي تصفيات كاس العالم نخرج وبعدين حضرتك هتقول لي سلام عليكم احنا ممكن نمشي معاك نضحي بكاس الامم الافريقيه. يعني ماشي يعني فرضا يعني غلط. طبعا بس غلط يعني هنقول بس هنقول فرضا ضحينا بكاس الامم الافريقيه. يعني هم الماتشين دول احنا كده ضامنين ان احنا نصعد؟ لا طبعا. انا قلت كده بعد طبعا لا الماتش التاني هيبقى بره كمان. يعني انت معلش مع احترامي لما تلعب في مصر غير لما تلعب بره بقى، وماتش حياه وموت بالنسبه للفرقه اللي هتلعبها. يعني تخيل لو انت وقعت، سيبك من نيجيريا ممكن ايه هقول لك الامور ممكن تبقى سهله هنا وهنا. فين يا هشام سهله فين؟ بس ممكن يعني خليني خدني معاك. ما طلعتش سهله اهي. المغرب وتونس والسنغال يعني برضو يعني اقصد ان احنا بنعرف نلعب مع الافارقه اكتر ما بنلعب مع الفرق اللي هي الشمال. مع العلم ان احنا اصلا اتغلبنا اهو وعدينا. ما هو ده اللي انا بقوله. ما بقاش فيه بقى يعني ما هو ما لا بس لما يبقى مباراه فاصله انت ممكن يبقى ليك شكل. لكن بنتكلم على الجزائر تونس المغرب لا. ما هو انا هشام برضه ما انا ممكن يبقى لي شكل بس حضرتك نلعب صح. ايوه ماشي صح. ما هو انت ملخبط لي الملعب وبعدين عايز يبقى ليا شكل. طب ازاي يعني محمد صلاح بيلعب 60 مباراه في الموسم ناحيه اليمين مع ليفربول؟ هل المنافسين مش عارفين ان هم هينزلوا يلاقوا محمد صلاح ناحيه اليمين وساديو ماني ناحيه الشمال؟ صح ولا غلط؟ مش العالم كله عارف كده؟ مش هتضحك عليهم يعني. يعني مش عامل تمويه. لا ومش لو محمد صلاح لعب على الجناح كده وفي رقابه عليه فخلاص مش عارف يلعب. بالظبط. وبيلعب وبيهدف الدوري الانجليزي 3 سنين ورا بعض في نفس المكان، احسن من احسن 3 لعيبه في العالم. صح. في نفس المكان. ف ايه الاختراع ان انا اروح مدخله راس حربه يعني؟ فين المفاجاه؟ صح. انت بتفاجئ محمد صلاح نفسه مش بتفاجئ المنافس. صحيح. ففي حاجات لا في حاجات كتير مش مقنعه بصراحه. يعني عايز اقول برده جزئيه لتاريخ بقى كيروش نفسه ان هو بيعمل كده في كل الفرق اللي بيمسكها. يعني لو انت لو بصينا لتاريخ كيروش القديم
هو كل منتخب بيغير او كل نادي بيحاول يغير طريقه اللعب، بيحاول يغير اماكن اللعيبه. ف يعني مش قادر افهم ايه وجهه النظر في كده. بس برضو جت في دماغي نقطه، ما اعرفش دي برضو صح ولا غلط، كيروش اصلا كان حارس مرمى احنا كلنا عارفين، فهل ممكن الفكر ده يعني يعني ممكن يبقى مأثر معاه لغايه دلوقتي؟ بس هو ايه اللي يخلي حارس مرمى ما يعرفش يدرب يعني برضه؟ هو بص، دي انا في عيني شويه، هو بيعرف يدرب، لا لا هو بيعرف يدرب، مش مختلفين طبعا، كلوش مدرب كبير، بس ايه اللي يخليه؟ ايوه هو ده قصدي. السنس نفسه وانت بتوجه جمال حمزه وهو بيلعب راس حربه غير لما هتوجه حارس مرمى وانت عارف قدرات الحارس مرمى، وانا ده مكاني. يعني انا كهشام لما اجي النهارده عم بلعب نص ملعب ومهاجم، فببقى عارف شكل الهجوم يعمل ازاي، لما اجي اقول لباك رايت فاهم او سيرد باك اعمل ايه، عندي عديت عليها. بس برضو مش لما تجيب واحد فاهم في الحته دي بشكل كويس قوي امتى ادخل. يعني هقول حاجه، امبارح الجون الحمد لله اللي ما دخلش فينا، الحمد لله. طيب لا هو دخل فينا، طريقه الوقفه نفسها بتاعت عمر كمال كانت غلط، طريقه الوقفه الدفاعيه بتاعت عمر كمال كانت غلط، ان هو ساب له المساحه ان هو يخش لجوه، هو وقفش قدامه، هو لازم يقفل، هو زي ما جمال قال ده اي يعني هو ممكن يكون اتلخبط، فراح الولد وقف على الكوره. هو اصلا على فكره ما كانش هيرقص عمر، هو وقف على الكوره بيرفع راسه عشان عايز يلعبها الكوره تولد سنه، راح هو عمل بايده كده ورجله، فعشان كده راح مرقص، هو ده اللي ساعده ان راح مرقص وراح رايح جاب الجول، لان هو اصلا كمان مش باك رايت، مش باك بالظبط. ما هي دي يعني واجبات البوزيشن ده او التمركزات بتاعته مش موجوده عند عمر كمان. طب بلاش عمر كمان، محمد عبد المنعم لما لعب في المكان ده كان عنده مأساة، يبقى كان عنده مأساة، يبقى هي الكابتن جمال بيتكلم عليه اللي هو السنس مع كيروش، ان هو كان مدرب حراس مرمى او هو كلاعب حارس مرمى اكيد في حاجات هتقع منه، يعني الوقفه التغييره. هل بقى هو عشان بيشقلب الدنيا عشان كده لسه طب الدنيا في الماتش الثاني، ماتش غينيا بيساو ما كانتش متشقلبه 4-2-3-1، كل واحد في مكانه والامور المفروض يعني كشكل. احنا انا ارتحت، انا حتى قلت ايه المكسب بتاع المباراه دي، ان كروش ما عملش تاليف على الاقل في الاول، بس بدا غلط برضه، بدانا غلط برضه، كان المفروض يبدا ازاي طبعا. بقى بص هقول حاجه بامانه، احنا بنتكلم للصالح والله طبعا، مش لاي حاجه تانية. يعني عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر من اللي انا بحبه، ولاعيب كوره اكيد جمال مش هيتفق، مش هيختلف معايا، كلنا بنختلف كلنا. عبد الله وهو صغير ما كانش بيلعب في جيل اللي هو فيه بوتريكا وبركات والدنيا، ما لحقش الجيل ده ان هو يلعب، وهو في عز تالقه ما لعبش مع الناس دي كويس. طب النهارده عبد الله عنده 36 سنه، فبتلاعبه في التوقيت ده وبيبدا اساسي في ظروف صعبه، بقاله فتره ما بيلعبش مع المنتخب، احنا شفناه في كاس العرب ما كانش معانا غير مكانه، ومكان غير مكانه كمان. فانت النهارده يبقى انت كده النهارده برضو في حاجه ما مش فاهمين، يمكن عشان انت بدات غلط في ماتش نيجيريا فحبيت تجرب حد تاني. طب انا لو عايز اجرب حد تاني احط رمضان صبحي واحطه في عدلته مكان عمر مرموش مع احترامي، احط زيزو واحط زيزو في نص الملعب مكان النني، انني يعني لعيب ما اي حد ممكن يلعب بره، بس انك تطور ادائك ازاي وانك تشتغل على نفسك ازاي، مع احترامي انني بيلعب كل كره وينزل يستلم، وده موجود، انا مش بقول حاجه بالف، موجود ماتش نيجيريا وماتش الغينيا بينزل يستلم الكره جنب السرد باكين ويروح عامل ايده كده يبص للناس فين الناس، وروح مش لاقي حد روح ملعبها تاني طب انا استفدت ايه تلعبها وروح طب انا استفدت ايه انا عايز اتنقل من خط الدفاع لخط الهجوم، ايه اللي استفدته؟ مفيش. اي حد هينزل يقف في الحته دي يباصي بس الكوره من غير ما التحامات هتبقى سهل، هتبقى سهله مش صعبه. فعشان كده النهارده لما زيزو نزل لك بقى في ماتش نيجيريا وعمل لك فارق، لا كان لازم تبدا بزيزو، عايز تبدا بسوليه ما عنديش مشكله ابدا بسوليه، بس الناحيه الثانيه حط زيزو وحمدي فتحي كمان. حمدي فتحي يعني يعني حمدي فتحي في سته وسوليه وزيزو ابدا كده، ورمضان صبحي قدام مصطفى محمد لو انت شايف ان مصطفى محمد ما ادالكش المردود اللي انت عايزه، ما تدي محمد شريف مر جربه في راس حرب شوف الاثنين مش هيعملوا حاجه يا هشام، الاثنين مش هيعملوا حاجه ليه؟ لان انت زي ما انت قلت كده الثلاثه اللي في نص الملعب بيروحوا مباصين الكوره للثلاثه اللي قدام وخلاص، بس خلاص دورهم انتهى ويبتدوا يتفرجوا عليهم وهيشوفوا الثلاثه دول في وسط سته سبعه هيعملوا ايه؟ طب ما مش هيعمل حاجه. يعني قول لي الكوره مثلا اللي جت لمصطفى محمد كويسه الوحيده اللي جات له ممكن تكون الى حد ما مظبوطه شويه، اللعيبه بتبطل رجله جت في العرض. طب وده سؤال ليك، انه هو ممنوع ان زيزو ومصطفى محمد يلعبوا مع بعض؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هي دي اللخبطه برضو اللي احنا بنتكلم فيها، انه مباراه نيجيريا لما نزلت زيزو ورمضان صبحي الى حد ما بقى لينا شكل من على الاطراف، وبعدين رحت مخرج الوحيد اللي المفروض الاثنين دول يشغلوه، رحت مخرج مصطفى محمد، فما بقاش في حد غير عمر مرموش ومحمد صلاح واقفين هنا،
وزيزو ورمضان صبحي كل واحد واقف هنا. طب لما هيعدي هيعمل ايه؟ صح يعني واحد هنا هيعدي زيزو هنا هيعدي رمضان صبحي هيعمل ايه؟ مش هيلاقي حد، فهيضطر ان هو يرجع تاني بالكوره. والماتش اللي فات برده نفس القصه، اول ما نزلت زيزو عشان يبتدي يشتغل رحت برده مخرج مصطفى محمد. طب خرجت مصطفى محمد صحيح حط محمد شريف، يعني شايف واحد مش موفق او انت من وجهه نظرك انه ما بيأديش اللي انت عايزه، حط الفيرود التاني. صح. انت بتروح مفاجأة مدخل عمر مرموش او محمد صلاح. صلاح. في اماكن يعني معرفش اماكن غريبة جدا. النقطة المهمة فضل. لسه كابتن هشام بيتكلم فيها متفق معاه 100%، نص الملعب بتاعنا التلاتة اللي هما اللي بدأوا كل اللعب كله روتيني. احنا نلعب يعني لو فيش هو ابتكار. احنا نلعب. ان انا ابصي الكوره واخد الكوره من هنا وابصيها للي جنبي، ما اي حد ممكن يعمل كده. احنا كل البطولات اللي كسبناها او اللي احنا البطولات اللي خدناها البطولات الافريقيه لو بصيت على نص الملعب بتاعنا هتلاقي ناس عندها امكانيات مختلفه. صح. يعني من 98 لما انت بتتكلم في كان بيلعب كابتن هاني رمزي وعبد الستار صبري وحازم امام ومحمد حسن عطارق مصطفى، لعيبه عندها حلول ان انا اخد الكوره واروح للمنافس كل كوره عايز اخدها واروح بيها لقدام. اللي بعد الاجيال اللي بعد كده كان فيها ابو تريكه، كان فيه زيدان، في حسني عبد ربه، حسام غالي، محمد شوقي، حمص، يعني في ناس كتير قوي هي دي اللي بتخليك كويس. ما انت كده بتوديني للنقطه المشهوره اللي هي بتاعت انه يا جماعه ما هو الجيل مش عظيم. ما هو بالظبط هو الجيل، هو فعلا الجيل مش حكايه مش عظيم. يبقى كيروش ما عندوش مش يعني مش هو المشكله، مش هو المشكله. انت المفروض تطلع بقى من اللي عندك ده افضل منتج. فلو هم مش قادرين يعملوا كده يبقى لازم اوجد حل ان اخليهم يعملوا كده. ما هو انا ما ينفعش ان انا يبقى احنا زي ما بنقول كده مش عارفين نهاجم واروح انا واقف مخلي ثلاثه بس اللي بيهاجموا والباقي كله واقف بيتفرج عليهم. بيبقى لينا شكل لما النني ساعات بيزق لقدام، لما السوليه بيزق اللي قدامه. هو مين اللي عمل الجول؟ السوليه. هو ده اللي انا بتكلم فيه. المره الوحيده اللي السوليه جه فيها في المنطقه دي هي اللي شاط. خلي بالك يا كابتن جمال عشان الحته دي. هو اصلا هو طلع بقى قال لك ايه، ما انا بلعب ورا، انا هو واقف ورا يعني، فقال لك اطلع واحده اعمل حاجه. لكن هو مش طبيعي ان هو هنا، لكن الطبيعي ان حمدي هو اللي بيدافع والسوليه هو اللي بيشتغل الحته دي او زيزو. صح. ده الطبيعي. صح. ان ما بقاش سايب زي ما قلنا ثلاثه واقفين في نص الملعب عمالين يسلموا لبعض الكوره بالعرض او يباصي الكره اللي قدامه ويقف يتفرج، في نفس الوقت الثلاثه اللي قدام هم ممسوكين باربعه وخمسه، فلازم يبقى في زياده هجوميه عشان اقدر ان انا اجيب جون. يعني ما ينفعش برده حتى فكره ان مصطفى محمد لوحده جوه ال 18 مش هيعمل حاجه، لازم يبقى محمد صلاح مكمل، لازم لما هو هنا رمضان او تريزيجيه لازم يبقوا مكملين، لازم زيزو يخش لو هو اللي بيلعب في نص الملعب، السوليه لازم يبقى قافل معاه باك بيبقى بيهاجم من الباكين، ما هي ده الطبيعي في العالم. طيب. كله صح. الغريب بقى كابتن هشام واحنا قاعدين بنتكلم الكلام ده كل يوم بنقعد نتكلم نفس الكلام وكل المحللين الكبار والنجوم كره الكبار يتحدثون عن امور تسمعها منطقيه وطبيعيه ولو حصلت هنقول مبسوطين وان شاء الله هنعمل اداء كويس. احنا جايبين مدير فني كبير يعني حتى اللي بالسي في والاسم يعني طبعا. انت معاك اكبر مدير فني جه مصر بشكل عام مع فرق او منتخبات، هو ازاي مش عارف الكلام ده؟ ما هو انا بقول لك اللي هنرجع لكلامنا في الاول انك لازم تعتمد على الجهاز الفني المعقول المصري، لازم تعتمد عليه على الاقل تاخد ثقه في الاول. احنا ما بقيناش اول، ده لعب ماتشات تصفيات كاس عالم ولعب كاس عالم. انا عايز اقول لك حاجه يعني الكلام ده يعني افهمه في اول مباراه، احنا كده بقى نعذر كابتن حسام البدري ان ما عملش الفتره دي كلها اللي هو خدها دلوقتي، ما لعبش كام ماتشات دي، كام ماتشات وديه، كام ماتشات رسميه اللي كملها بقى بعد كابتن حسام، لعب اربع ماتشات ولا ثلاث ماتشات وبعد كده كاس عرب، ولا قبل كاس العرب كان في ماتش لايبيريا. يعني انت لعب ماتشات كتير جدا ورحت بطوله معاك ناس كتير، هي دي كانت التجربه، تيجي من التجربه دي كلها تمشي ناس انت كنت تلاقيها اساسي وتقنع بيها المشاهد وفي الاخر بره، ما دي برضو غريبه يا كريم. ايوه يعني انا بحاول اوصل، انا بحاول اوصل ما هو عشان ما كانش بيعتمد على الجهاز الفني، عارف بيعتمد مع الجهاز الفني. انا هعتمد على الجهاز الفني يعني طبعا مع كامل الاحترام ليهم، انا افهم انك تعتمد على الجهاز الفني المعاون لو انت لسه جاي فلازم يسمع من الجهاز الفني عشان هو ما شافش حاجه، لكن ده هو شاف ولاعب وجرب، ده حتى الراجل عمر كمال عبد الواحد اللي قاعد يلعب بيه بالبطوله العربيه وجربه هو نفسه يجربه كتير ما نزلوش كبديل بعد اكرم توفيق، هو اللي جربه يعني ما حدش قال له عليه، ما حدش قال له خد عمر كمال عبد الواحد. لو ابتكر وقال وحط زيزو هقول لك لا الراجل ده بيبتكر، مفهومه ماشي، زيزو يعرف يلعب في الحته ديت ويكمل ما اقول لك ماشي. لكن انت بتحط سيرد باك ليه؟ طب محمد عبد المنعم كويس وكل حاجه ماشي، بس انت ليه بتحمله ان هو يبقى في المكان ده؟ ده الجبهه دي كانت مخترقه من سيمون ده بطريقه، ما هي دي الفكره بقى ان هو ممكن يكون فكر فيها لعبه بلاي ستيشن
انه انت عندك دلوقتي جبهه قويه جدا سريعه جدا لنيجيريا، فانا اقفل بيها محمد عبد المنعم فكده اتقفلت، مش عايز منه ادوار هجوميه، فهو اللي عمل الادوار الدفاعيه والهدف طب عشان دي كوره يعني، عشان الوقفه الغلط كمان. بص كابتن جمال، بتفرق الوقفه. كابتن جمال عايز يقول حاجه. لا اصل هي ما هو اصل هي مقنعه لو انت بتتكلم في قصه ان انا بلاعب اكرم توفيق باك رايت عشان يبقى بيدافع عشان قدامه محمد صلاح. ممكن ما يدافعش، انت ما حطيتش محمد صلاح اصلا في المكان ده. وفي الاهم بقى بعد اذنك، يعني انت دخلت محمد عبد المنعم عشان يقف يقفل الجبهه دي عشان محمد صلاح ما بيدافعش كويس. فمحمد صلاح اصلا ما كانش بيلعب في اليمين، هو كان بيلعب بس دي نقطه مهمه يا كابتن جمال، واكملها لك بقى. انت تلعب 4 3 3 بالظبط، يعني انت اصلا موقف واحد من الثلاثه دول عشان على اليمين عشان يبقى برضه بدل محمد صلاح ومصطفى محمد كمان بالظبط. فانت يعني لا في لخبطه يعني، احنا بنتكلم لو هو بالنسبه له يعني بالنسبه لمستر كيروش اللعيبه المصريين ممكن تبقى مغموره. يعني ممكن يغير اماكنهم يعني براحته، مش عارفهم مش عارفهم. ده الكلام الكابتن كريم بيقول يمكن هو مش عارفهم فبياخد جهاز معاهم. طب مش عارف محمد صلاح بيلعب فين؟ لا يعني اكيد يعني صح؟ اكيد لا، اكيد لا، ما ينفعش. لا ما اعرفش، هو هو فكر معين. ايه الحق؟ طب برضه يا كابتن جمال، هو انا ما خدتش النتيجه من الكابتن هشام وعايز اخدها منك. ايه اللي يخليه يعمل هذا الكام؟ انا افهم انه في مدير فني يبتكر في مركز، يغير لاعب عشان عنده فكره معينه، يغير خطه. لكنك تعمل 4 تغيرات كبيره في الفرقه سواء خطه او لاعبين او مراكز، حاجه غريبه. هي دي طريقته، هو ده اللي انا قلته لك. ان بس لو كتير لو كذا لو حاجه لو مش حاجه قرينا واحدة. لو قريت السي في بتاعه تحديدا مثلا فتره البرتغال، فتره البرتغال اللي هي كريستيانو ناني، برضه ملاعب كريستيانو راس حربة صح، وخلى وخلى فيريرا اللي كان باك رايت راح ملاعبه باك ليفت وداه باك ليفت. فا والله ما كان بيلعبوا البرازيل ريال مدريد بيكام في النص، وبيكام في النص وهيلجيرا لما كان بيلعب سيد باك فجاه راح ملاعبه رقم 6 في نص الملعب. ف يعني ما اعرفش هي دي طريقته يعني، هو بيبقى شايف حاجات في امكانيات اللعيبه دي، وجهه نظره هو. ماشي، لما يشوف ان ده غلط يا جمال يرجع بقى للصح، بس هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. بس انا بقول لك برضه عارف يعني المدربين البرتغاليين هم عناديين جدا، عناديين جدا. انا اتمرنت وعارف، انا اتمرنت وعارف جدا جدا. فدايما بيبقى عايز يبقى هو الصح وشايف ان هو فعلا الصح والناس كلها غلط. مش المشكله فيه، بيبقى عايز يثبت ده حتى لو هو عارف انه ممكن يبقى غلط، لا بيبقى عايز يثبت انه ده الصح. المشكله في ايه؟ ان زي ما حضرتك بتقول ان في محللين كتير لعيبه كوره كبار بيكلموا وانتقادات كبيره يعني، بس في النهايه مش انتقادات انك تقطع عايز تمشي الراجل، اللي ما فيش وقت انت بتساند بس بتدي له نصيحه عشان ايه تكمل يعني. لكن هو باصص للناس، ان الناس بيقول لك بص كل استوديو فاتح بيتكلم عليا ازاي، هو شاغل باله بالناس اللي بتتكلم عليه. حتى ده وصل لعصام الحضري، وصل بنتكلم عليه عشان انت وحش يا شيخ. ايوه ما هي دي نقطه. طب انت بقى لما تتغلب وتخرج الناس هتبقى عامله ازاي؟ احنا نعمل ايه؟ يعني انت لما تتغلب من كاس تصفيات كاس العالم وتخرج من البطوله دي، حضرتك الصبح هتاخد التذكره وترجع بلدك وخلاص زي الفل. ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا بقى يحصل ايه؟ احنا بنتكلم صح ولا بنتكلم غلط؟ ولا كنا بندي لك نصيحه؟ احنا بندي لك نصيحه واحنا عايزين حاجه مكانك يعني. يعني انا او جمال هنمسك مثلا المنتخب، عايزين مصر لان احنا المفروض فرقه قويه ومعاه لعيبه لو هي مش اجمد حاجه في الاجيال اللي قبل كده بس تقدر تصنع منها حاجه. لا وعلى الاقل دايما اقول انه يعني حتى لو ده مش اجمد جيل لمنتخب مصر تاريخيا، ما هو اللي جنبك برضو مش اجمد جيل في تاريخ يعني. بس خلي بالك لما كان قريبة يعني. لما كان تونس والجزائر والمغرب وحشين السنين اللي فاتت دي كلها، هم دلوقتي كويسين. فهي فترات صح. انت ممكن تبقى كويس فترات من تعدت 3 سنين 3 مواسم او 3 فترات بطولات. يعني بطولات 6 و8 و10 انت محتل القاره الافريقيه كلها صح. فهو ممكن يبقى ده مش جيلك بس اوظفهم صح. هو معلش مع احترامي يعني، انت اتفرجت على ماتش بوركينا فاسو مع الجزائر في الجزائر، اتفرجت على بوركينا مع الراس الاخضر بيلعبوا كوره صح. طب غينيا نفسها اللي هي انت مش عارف تكسبها مش عارف تكسبها غير بصعوبه، لعبت عليك كره وهي اصلا مش عايزه تهاجم. النهارده غينيا الاستوائيه عملت ماتش حلو قدام الجزائر، كوره ومهارات يعني. انت لازم النهارده ترهب الناس انك عندك شخصيه، انك شخصيتك دي. انا لا انا برضو منتخب مصر ومش بنتكلم في نتائج كمان على فكره. يعني لو المنتخب لعب كويس طبعا ولعب صح وتغلب واتغلب خلاص كلنا هنسقف على فكره وهنقول الراجل فعلا لا انت عملت اللي عليك وهو ده المتاح وهو ده فعلا اللعيبه طلعت كل اللي عندها والراجل بيلعب بطريقه كويسه وبنهاجم بندافع بنعمل كل حاجه واتغلبنا خلاص. الفرقه اللي قدامنا مثلا
كانت موفقه، الفرقه اللي قدامنا اقوى مننا، ده طبيعي. الجزائر ممكن. الجزائر لحد دلوقتي واخده نقطه واحده في الدوري، ممكن يخرجوا. وتبص على تويتر جماهير الجزائر بتساند ومشجعه وشايفه ان فريقها عملت اللي عليها، والجزائر فعلا ضيعت فرص كتير الماتش ده والماتش اللي فات، وجابوا جون هم اللي ماسكين الكره على طول، وهم على طول اللي بيهاجموا في الماتشين على فكره، مضيعين اجوان كتيره جدا ومفيش توفيق. فخلاص انت بتبقى حاسس او بتبقى شايف عملت اللي عليها، عملت اللي عليها وخلاص. ممكن يكون في اخطاء وده وارد وده طبيعي جدا طبعا. وفي نقطة مهمة جدا، مش عايزين نقارن بين البطولة وهي في الكاميرون والبطولة وهي في مصر. الأجواء والملاعب والرطوبة والجو وكل الحاجات دي مختلفة. البطولة وهنا كانت حاجة مختلفة كويسة، مختلفة عن مصر. اللعيبة دي كلها بتلعب في اوروبا، بالظبط، فانه متعود على نسبة اكسجين معينة موجودة في اوروبا، وجودة ملاعب معينة وكرة معينة. دي أهم حاجة كمان الاكسجين والملعب طبعا. فلما بيروح اللي يرجع لافريقيا، لا الموضوع بيبقى صعب بالنسبه لهم، مش سهل يعني. صحيح. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا كالعاده مع الكباتن الكبار كابتن هشام حنفي كابتن جمال حمزه. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم، لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الكباتن الكبار كابتن هشام حنفي كابتن جمال حمزه. طيب المباراه اللي جايه مباراه السودان يا كابتن هشام، نلعب ازاي؟ التشكيله عامله ازاي؟ طريقه اللعب عامله ازاي؟ اللعيبه اللي ما كانتش موفقه المباريات الماضيه فانت المفروض تعوضها في مباراه السودان اللي المفروض تكسبها طبعا، بس كمان محتاج تشوف فيها فرقه نقول عليها انها تقدر تكمل وتنافس على البطوله. تمام. ممكن اقول لك حاجه ممكن من وجهه نظري يعني، ما اعرفش يعني، هو انا ليه مصمم نلعب 4-3-3 وفي مصر ما حدش بيلعبها؟ هي فترات من الزمن يعني، 4-3-3 رجعت في اوروبا تاني كلها. ولما احنا كنا بنلعبها زمان هي خلاص لعبنا احنا 3-5-2 بعد كده 4-4-2 بعد كده رجعنا تاني 3-5-2 مع مانويل جوزيه والجيل اللي هو كسب 6 و7 6 و8 و10 لعبنا بيها. والنهارده مصر كلها بقى لها اكتر من 4-5 سنين بتلعب ب 4-2-3-1 او 4-3-2-1 تمام. دي على حسب القدرات الفرقه اللي انت بتلعبها. طيب انا النهارده ليه في منتخب مصر ما لعبش برضو اقرب الطريقه دي شويه، ان انا وهتتقلب من النواحي الهجوميه بنفس الشكل، بس ان انا العب 4-4-2 هو بيعملها شويه تاني ده 4-4-2 ازاي؟ هقول لك هرسمها لك، مش ان 4-4-2 صريح. الاربعه ورا خلاص الاخر واقف عليه، اربعه في نص الملعب. لا الاربعه الدفاع دلوقتي ما بقى في محمود علاء او محمد عبد الغني مكان الونش. ماشي. لا انا اقصد يعني اقصد انا مش بتكلم محمد عبد المنعم. انا مش بتكلم مين اللي يلعب دلوقتي، انا بكلمك على 4 في نص الملعب. يعني انا النهارده لو في نص الملعب مثلا سي يعني عملت مثلا حمدي فتحي والسوليه زيزو والناحيه الثانيه رمضان صبحي تمام مثلا يعني خلاص صلاح تحت مصطفى محمد الشكل ده، لما تيجي تهاجم هيبقى عندك اتنين في قلب الملعب، بس هيبقى عندك طرف زيزو يروح هنا او صلاح اللي يروح هنا وزيزو يطلع لقدام، والناحيه الثانيه رمضان صبحي بيروح على عدلته اللي هو بيروح ويرقص ويقف ويعادل ويخش لجوه. صح. هي نفس الطريقه، لو انت لقيتها شكلا هجوميا هتلاقيها 4-3-3. لكن انت على الورق انك تعرف ليه انا عايز العب كوره في لعيبه في نص الملعب تنقل لي لقدام، تنقل لي لقدام، عندها حلول لقدام. أيوة. بالظبط، عندي عدد زياده، امسك الكره كتير يا كريم. احنا الكره طب هقول لك ماتش نيجيريا كان 3 باصات بالكتير، اقصى حاجه بالنسبه لك كانت 3 باصات تيك وتتقطع. غينيا بيساوي نفسها كان السكند بول هم اللي بياخدوه. صحيح. طب ما بنقلش 4-5 باصات يعني، ما بروحش بالكره ناحيه اليمين ترجع تاني نص الملعب العبها لكابتن جمال جنبي، العبها كمال يلعبها لايمن اشرف، ايمن اشرف يلعبها، يعني ما كانش عندنا التدوير ده. وفي الاخر اروح لاعب كره طوليه مثلا لصلاح لمصطفى محمد، اروح بعت واحده لعمر كمان عمل اوفر لاب وراح رايح وعمل اوفر لمصطفى محمد. صحيح. انت الشكل ده كله انت مش موجود بيه. صحيح. طب ما انا ممكن العب كده. صح والله كلام محترم والله العظيم يعني. طيب سهله. تعال نكمل مع كابتن يمكن نكمل مع كابتن جمال طريقه تانية اقترحها عليه يعني. طبعا. طب كابتن جمال ما نلعبش ليه بثلاثه بما ان ما بقاش فيه فتوح، ما بقاش فيه اكرم، وايمن مش مركزه وعمر كمان مش مركزه، طب ما العب بثلاث مساكين والعب حتى بالوينج باكس دول جناحات من اللي عندنا كتير، وتبقى طريقه برضو حسب الامكانيات اللي موجوده عندنا دلوقتي. صح. يعني لو انت متمرن عليها ما هي دي مشكله، انت ما لعبتش فيها ولا ماتش، ولا ماتش ودي ولا ماتش في كاس العرب ولا اي حاجه خالص، لعبت بالطريقه دي فصعب ان انا ف
فجأة اروح عامل الطريقة دي في مباراة هتبقى صعبة جدا يعني. كده كده بيعمل كل حاجة في كل مباراة يعني بجملت. ايوه يعني بجملت. يمكن هو ممكن يعملها على فكرة. يمكن دي توفق يعني. ممكن والله ممكن يعملها يعني ما تستبعدش. بس ايه المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في التوزيع يعني مش في توزيع اللعيبة لان هي في الاخر كلها هتلاقي في مجموعة بتقوم بالادوار الدفاعية وفي مجموعة بتقوم بالادوار الهجومية. العدد سواء هنا او هنا لازم هتلاقي في عدد ناس بتدافع وعدد ناس بتهاجم. مش هي دي الرسمة في الملعب. مش هي دي المشكلة. المشكلة في امكانيات اللعيبة اللي انا بحطها. يعني ممكن احط ثلاث لعيبة في نص الملعب ثلاثة يدافعوا بس وما يهاجموش. وممكن احط ثلاث لعيبه برضو نفس الرسمه ثلاث لعيبه اسامي تانية يهاجموا بس ما يدافعوش. فهي دي هي دي انا عايز ايه من المباراه. وامكانيات اللاعب ده لازم انا ابقى عارفها. ما ينفعش لسه ببتدي اكتشف اللاعب دلوقتي هل هو هيقدر يلعب ولا لا. يعني انا شايف انه مدي فرصه زياده قوي لعمر مرموش مثلا. يعني بقاله ماتشين لا مش كويس. حتى لو مفيش مساعده ما انت اللي مخلي الثلاثه اللي قدام زي ما قلت لك مش كويسين. عمرهم ما يقدروا يلعبوا لوحدهم. لازم العب الكوره واتحرك عشان الراجل اللي معاه الكوره ده ببقى فجاه بتروح الكوره سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بيبقى قدامه اختيار واحد بس اللي هو الراجل اللي هو اللي قدامه لو مرموش او الناحيه دي محمد صلاح او في القلب مصطفى محمد بس. هو ده الاختيار الوحيد اللي عنده. ده وما ينفعش في كره القدم فرقه بتعمل كده اللي اتكلم فيها كابتن هشام. لو انا بتكلم على فكره الاستحواذ لازم الراجل اللي معاه الكوره يبقى قدامه ثلاث اختيارات كمان مش اتنين. لازم يبقى قدامه اختيار بالعرض وقدامه اختيارين قدام صح الطرف والراجل المفروض اللي هو رقم 10 والراجل اللي هو اللي في نص الملعب اللي جنبه. يبقى انا عندي ثلاثة بيتحركوا. لو هما بيغيروا اماكنهم لازم العب الكره الراجل لواحد منهم الاختيار بقى اللي انا شايفه صح كامكانياتي انا وكرؤيتي انا. انما ما ينفعش الاثنين دول واحد واقف هنا وواحد واقف هنا وانا معايا الكره هنا وده الاختيار الوحيد اللي قدامي. ما انا لازم هلعب له الكوره والناس كلها عارفه ان انا هلعب الكره للراجل ده فعشان كده بتقطع منه. هي دي مشكلتنا لان انا حاطط الناس اللي في وسط الملعب ما عندهمش الامكانيه ان انا اتحرك لقدام عشان اخد الكوره. ما عندهمش امكانيه ولا دي تعليمات؟ لا هي امكانياتهم مش كده. يعني امكانيات عبد الله السعيد لازم هياخد الكره في رجله مش زي زيزو عايز يتحرك وتلعب له الكوره مش زي رمضان صبحي هيتحرك وتلعب له الكوره. المباراه اللي فاتت شفت عبد الله السعيد اتحط في موقف فيه سباق سرعه صعب يعني طبعا الموقف, صعب. الموقف ده اصلا ما ينفعش يحصل. صعب عبد الله السعيد في السن ده لازم يبقى متواجد ان الراجل عنده خبرات بس لازم استفيد بيه في مكانه وفي جزء من المباراه. ما ينفعش ان انا لعبه من بدايه المباراه وفي مكان مش في مكانه. طالب منه ادوار ما يقدرش ان هو يعملها في السن ده. فهي دي برضو فكره ان انا لازم ابقى عارف امكانيات اللعيبه وهي دي فكره ان انت ما بتسمعش للجهاز المصري. لان اكيد مليون في الميه واحنا مغمضين كده الجهاز المصري مش موافق على كل اللي بيحصل ده او 80 90% منه اكيد مش موافقين عليه. فما انا لازم اخد رايهم او استشيرهم وبعدين لازم اجربهم. يعني لازم اجرب رايهم بالظبط. هل رايهم ده فعلا طلع صح خلاص يبقى الراجل ده فعلا زي القصه بتاعت عمر كمال الماتش اللي فات بالظبط ما كانش رايه بالظبط. فاتمنى ان هو بقى يعني يسمع شويه للكابتن ضياء الكابتن شوقي وكابتن عصام الحضري الناس عندها خبرات كبيره جدا. صحيح. طيب كابتن هشام في برضو اتهام او هجوم او انتقاد للاعبين يقول لك طيب احنا كلنا رايحين على كيروش هما اللاعبين برضو مش المفروض يلعبوا بحماس وبروح ويأدوا كل مستواهم والكلام ده كله احنا مش حاسين بالروح دي في الملعب احنا حاسين لعيبه مش فارق معاه. طب حلو السؤال ده اقول لك ليه لان انا كنت هربطه بحاجه انا كنت هقولها عظيم. بس كويس انت قلت السؤال ده. طب هو ليه الوحيد اللي بيعمل الشكل الكويس في المباريات دي كلها يعني عشان شفنا امبارح بس السوليه وصلاح وزيزو لما بينزل زيزو بيعمل المهام اللي هو بيعملها في نادي الزمالك متحرر وبيلعب لعبه وهو هو اللي انت يعني انت حاسس ان زيزو خلص النهارده مباراه نادي الزمالك فهو راح منتخب بيلعب نفس الاداء صح. ما حسيتش بفرق اللي انت صح. بتقول عليه دلوقتي الاتهام ليه هو زيزو لما نزل امبارح لعب مكان مين مش مصطفى محمد يعني المفروض يلعب طرف صح. لا زيزو كان جوه بدليل انه في كره طلعت له بالعرضه حطيتها جوه وهو في 6 يارده حطها في العرضه حطها حلو قوي ورايح وشايف الكره هتبقى فين ورقص كام كره من نص الملعب وراح مطلع عمر كمال يبقى مش هو اللي بيلعب على الطرف يبقى دي قدرات فنيه اللاعب يبقى ده لاعب النهارده هو اللي عارف وبيبتكر لنفسه وصلاح مفضيله لان صلاح كان ساعتها هو اللي بيلعب راس حربه لو فاكر وهو المفروض ان هو يبقى مكان زيزو مكان مصطفى محمد يعني المفروض ان هو يبقى قافل الجنب اليمين
لا ده كان مخلي عمر كمان لعب واحد اشتغل كمان اكتر لان هو دخل لجوه وطلعه دخل لجوه وطلعه ولما بيطلعه بروح قاطع على جوه مكان مصطفى محمد اللي هو راس حربه وبدليل ان جات له كوره عملها ببطن رجله جوه. يبقى دي النهارده اللاعب لو هو حاسس ان كمان النهارده انت المدير الفني مش مديلك يعني حريه اكتر انت لازم تبتكر في الملعب. هو احنا ليه شايفين زيزو كويس؟ يعني احنا كل مصر مش شايفه ان زيزو كويس ولا شايفاه وحش؟ لا كويس طبعا صح؟ يبقى عندنا رؤيه النهارده ان احنا بنشوف صح. صح. طب هو زيزو ليش معنى هو اللي بيشتغل على نفسه؟ اشمعنى هو؟ يبقى اكيد هو بينزل عارف هو عايز يعمل ايه. صحيح. وبيجبر الراجل على حاجه وهو اللي بيحط الراجل في موقف. يمكن عشان كده ما بيلعبوش مثلا من الاول. يمكن عشان كده مثلا ان هو ما بيسمعش كلام ان هو مثلا تقف بقى ناحيه اليمين ولا 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 هو عايز يحرجه. انا مش والله مش عارف. صحيح. لان بصراحه فعلا زيزو احسن واحد في الحته ديت دلوقتي. مزبوط. يمكن حتى لما تريزيجيه وانا لما جيت حتى اتراهنت مع خالد الغندور مع كابتن سيف زاهر والكلام ده من شهر وقلت له انا ان الراجل بفكر الراجل مش يعني انا حاسس من رؤيته لان اتمرنت مع جوزيه وعارف هم عناديين جدا. هيبدا بتريزيجيه. كل مصر قامت عليا. مصر كلها قامت عليا. طب مين اول ماتش لعب؟ هو تريزيجيه اللي لعب. صح. طب ده انا كنت قايله من شهر الحمد لله. طب النهارده انت ليه بتعند؟ طب ما تريزيجيه لما نزل بقى خلاص مش حلو. هو ليه انت خدت تريزيجيه في الاول ليه؟ عشان جاي مشتاق يا جمال من الكوره وعايز يلعب وما يعني عايز يعمل كل حاجه. فدي له اول ماتش. هو اول ماتش كان احسن من الشوط اللي نزل امبارح. لما نزل امبارح في كوره كان هو سابق المدافع راح جابه وخد منه الريتم. صح. طيب تعالوا نروح لي شويه صور كده عن اللاعب المنتخب هتختاروا منهم ونبدا بيه افضل لاعب في مباراه غينيا بيساو. الصور يا كابتن هشام. الصور يا كابتن جلال. كابتن هشام اتفضل. انا طبعا صلاح لان في النهايه واحد جاب لك جول. انت محتاجه من واحد زي صلاح. صح. فلما صلاح ياخد مان اوف ذا ماتش كمان ان هو احسن لاعب في المباراه وان هو عشان جايب جول. هو صلاح عليه عبء كبير. فطبعا الاثنين كانوا كويسين جدا امبارح فعلا. ثلاثة. الصور يعني الاثنين مع صلاح يعني كانوا كويسين جدا. السوليه عمل اسيست جامد جدا جدا. صح. وهايل في المباراه رغم ان هو جاي برده من اصابه من 22 ديسمبر ويلعب. وعمر كان هايل امبارح. رايك يا كابتن جمال افضل لاعب؟ عمر كمان. عمر كمان ابو لانه ده تعتبر بالنسبه له اول مباراه. فاول بطوله رسميه بالنسبه له. بطولة افريقيا. مركز مش مركزه. مركز مش مركزه. اتحط في موقف صعب جدا. صح. فبيلعب مكان كمان واحد يعني كان ماشي بشكل رائع اللي هو اكرم. فلا يعني اعتقد ان عمر ادى بشكل كويس. طيب اهلي لاعب في مباراه غينيا بيساو. الصور اللي بعدها يا جماعه. اقل. انا بالنسبه لي النني. النني. كابتن جمال. والله يعني مش يعني مش عايز اظلم برضو حد لانه قال لي لاعب في احنا لما بنقول قال لي لاعب في المباراه مش بنقول ان هو قال لي لاعب بشكل عام. هو قال لي لاعب في المباراه. بالنسبه لي كنت شايف ان مثلا عمر مرموش كان لازم يديني مردود افضل من كده بس طريقه اللعب ظالمه. عبد الله السعيد مش في مكانه فبرضو طريقه اللعب ظالمه بالنسبه له. يعني بالنسبه لي ممكن يبقى النني لانه مكانه ويعني عايزين منه افضل من كده بكتير يعني. طيب الصورتين اللي جايين صورتين الاثنين مهاجمين مين الافضل يبدا اساسي مع منتخب مصر المباراه اللي جايه؟ لازم محمد شريف ياخد فرصه. لازم يعني انت اديت مصطفى محمد مرتين. وعايز اقول حاجه مصطفى محمد امبارح كان كويس وطلعته وهو بدا يبقى كويس. فواضح ان انت مش مقتنع برضو مصطفى محمد. ما هو ده انديكيشن ولا محمد شريف. فهو اوريدي اصلا مقتنع بالاثنين. انا فاهم بس يعني. يبقى لازم تدي الفرصه لمحمد شريف عشان تحتاجه في اللي جاي يا كريم. انا مش بتكلم على دلوقتي. بتكلم في دور ال 16 هيبقى انت هتلاعب فرق اقوى من كده بكتير. صح. ونوك اوت خلاص يعني. صح. مفيش هزار. مفيش مفيش بقى هطلع تاني ولا تالت ولا قابل مين ولا قابلش. والمره الجايه بنزل فلان بالظبط. فانا رايي وجهه نظري يعني ندي محمد شريف. يعني رايك كابتن مباراه السودان هيلاعب الاثنين. هيلاعب الاثنين اصلا. ممكن يلعب الاثنين. هيلعب شريف جناح. جناح ايه بقى؟ وارد. شمال. مصطفى محمد ومحمد صلاح. اعتقد لا اعتقد انه هيلعب محمد شريف. اعتقد. طيب السؤال اللي بعد كده ليه لاعب شايفه المفروض يبدا اساسي مع منتخب مصر بعد كده؟ زيزو طبعا. زيزو لا خلاف يعني. مفيش خلاف يعني طبعا. طيب لاعب المفروض يطلع من التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر
لاعب عفوا كان المفروض يبقى موجود مع منتخب مصر. ثلاثة بصراحة يعني ثلاثة يعني قفشة هيبقى دوره مهم جدا مكان عبد الله السعيد. لو عبد الله السعيد مش كويس المشكلة برضو هشام في قفشة ما هو ده مش هيبقى مكانه برضو مش هيعرف يعمل حاجة. على الأقل هيتحرك من دماغه زي زيزو هيتحرك ويمسك كورة ويلعب دي حاجة تانية. إنما لو لعب لو هو هيتظلم برضو. لكن أنا بقول لك الثلاثة رفعت أنت محتاجه على الطرف فعلا محتاجه لأن تريزيجيه لسه ما جهزش قوي. أنا عندي رمضان صبحي بشكل كويس ما استخدمتوش. طب هنعمل ايه؟ ما هنعمل ايه؟ يعني انا اقصد طب استخدم اللي عندك عشان طارق حامد لازم يبقى ليه دور بصراحه يعني كان لازم يبقى ليه دور. موضوع طارق حامد الثلاثه انا بقول الثلاثه موضوع طارق حامد وقفشه فكره ان انا خايف ان او يعني مش عايز ابقى معايا نجوم عشان ممكن يبقوا قاعدين احتياطي دي يعني مش شخصيه المدير الفني القويه. هو ايه اللي كان منجح مانويل جوزيه مع الاهلي؟ انه معاه 25 نجم وقادر ان هو يسيطر عليهم. هي دي الاداره بتاعت الكوره ودي شخصيه المدير الفني. لازم يبقى معايا اللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها نجوم ولازم يبقى فيه اللعيبه متقبله ان دول ال11 اللي هيبداوا وانت ليك دور في جزء من المباراه او في ليك دور مش هتلعب المباراه دي اصلا. هو ده المدير الفني القوي. طيب كابتن هشام هسألك السؤال في الختام يعني التقليدي انا عارف ان هو سؤال تقليدي يعني بس عشان نطمن شويه يعني هو في مساحه للتفاؤل؟ في مساحه للتفاؤل طبعا. لان شخصيه اللعيبه وشخصيه منتخب مصر بتدي مسؤوليه كبيره جدا فهتبان في المواقف اللي جايه. المواقف اللي جايه اصعب واعتقد ان احنا لازم نبقى متفائلين شويه بغض النظر عن الراجل وفكره. انا كلعيبه بوجه رساله للعيبه. اللعيبه عليها دور كبير جدا وتحديدا اللعيبه الكبار يعني قائد زي صلاح مهم جدا يبقى ليه دور بشكل كبير جدا. الشناوي السوليه حجازي الونش حتى الونش نفسه يعني النني طبعا برضو مهما كان لعيب كبير لكن في النهايه لازم يبقى ليهم ادوار ولازم نتفائل ان لما بتحط في موقف صعب اعتقد بنبان شويه يعني. ان شاء الله كابتن كبير كابتن هشام حرف انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك والله يا كريم ومبسوط دايما في الحوار معاك جدا وببقى مبسوط اكتر كمان لما بيبقى جمال موجود يعني. جميل جميل كابتن الكبير كابتن جمال حمزه انا بشكرك شكرا جزيلا دايما بتشرفني وبتنورني. انا بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لجانب اخر جانب السوشيال ميديا. الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا؟ غضبانه اكيد ومتضايقين وزعلانين زينا وفي نفس الوقت برضو في بعض الناس اللي عندها امل وعندها رغبه ان شاء الله ان منتخبنا يفوز بكاس الامم الافريقيه. نتكلم كتير عن كلام الناس على السوشيال ميديا جميل الكرة المصرية عن منتخب مصر مع زميلتنا العزيزة دوما جهاد عرابي بعد هذا الفاصل. خليكم يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. زي ما قلت لكم قبل الفاصل الكلام على السوشيال ميديا طبعا كان في غضب كبير جدا بعد مواجهة المنتخب النيجيري وطبعا شوية بعد أو شوية كتير بعد مواجهة غينيا بيساو على منتخبنا الوطني وبالتحديد كيروش. قالوا إيه بقى الناس على السوشيال ميديا؟ ده مع زميلتنا العزيزة دائما جهاد درابي. جهاد صباح الفل مشرفة ومنورة. طبعا نور يا كريم ودايما مبسوطه وانا معاك. الله يخليكي. اخبارك ايه؟ اخبارنا كويسه وزي ما انت بتقول ندي كده ناخد ندي الاول. الناس هديت شويه ولا لسه سخنانين ومضايقين؟ بص هي الناس كانت رتمها عالي قوي بعد ماتش نيجيريا وطبعا حقهم يمكن الرتم كان عالي قوي. هديوا بعد ماتش غينيا بيساو ولا لا؟ مش قوي. بس عايزه اقول لك يمكن انا كنت متوقعه ان اهتمام الناس بالبطوله دي بقى اكبر من كده. يمكن انا مش حاسه ان الاهتمام بالبطوله دي بالشكل القوي على السوشيال ميديا بشكل كبير. الاهتمام بيكون وقت الماتشات ماتشات مصر بس بالظبط. تقصدي لكن البطوله بشكل عام الناس بالزبط. مش بتتفاعل معاها يمكن طبعا ماتشات مصر اكيد الناس متفاعله معاها بشكل طبعًا. كبير كمان رغم ان احنا بنلعب ماتشات كاس الرابطه لكن لا طبعا الناس مركزه مع المنتخب يمكن كمان عشان الاهلي والزمالك نجومهم مش موجودين فمبارياتهم ما فيهاش هي الاهتمام بتاع المباراه الطبيعيه بتاع كل مره صح. لكن البطوله بشكل عام كان دايما يعني يمكن عشان اخر نسخه كمان كانت النسخه اللي قبل الاخيره كانت النسخه الاخيره كانت عندنا فكان الاهتمام بيها كبير قوي بكل مبارياتها. فالمره دي الموضوع اقل من المتوقع ممكن كمان عشان ظهور المنتخبات العربيه بشكل اقل من المتوقع. كل المنتخبات يعني معظم المنتخبات في البطوله بشكل عام تبدو ضعيفه حتى الان. بس خدي بالك
ان بطوله كاس الامم الافريقيه عاده ما تبدا بالشكل ده عاده يعني. وكمان عشان زياده عدد مصر. المنتخبات النسخه دي مخلي الموضوع زياده شويه المره دي في الادوار. قولي لي بقى اللي حصل بعد بقى يا كريم نشوف الهاشتاجز اللي كانت ترند عندنا، الهاشتاجز الرياضيه طبعا اللي كانت ترند عندنا بعد ماتش غينيا بيساو. بعد ماتش غينيا بيساو كان اول هاشتاج توب ترند الساعه 11 بعد المباراه على طول، كان طبعا هاشتاج الرسمي للماتش اللي هو مصر وغينيا بيساو. بعدها كان زيزو زيزو طبعا نزوله تاني ماتش على التوالي كبديل، وان هو بيغير في شكل اللعب للمنتخب الوطني كان التفاعل معاك بشكل كبير. تالت اسم كان السوليه طبعا. قبل السوليه انت عارفه التفاعل مع زيزو كان ليه كمان؟ ليه كمان؟ الناس كلها اتكلمت على زيزو في التغيير، انه كان بعد برضه خروج مصطفى محمد طبعا، فهم كانوا عاملين يقولوا يا جماعه هو زيزو ومصطفى محمد ما ينفعش يلعبوا مع بعض، عيب يعني يلعبوا مع بعض. فزيزو كان اسمه كتير قوي في نزوله بسبب خروج مصطفى محمد. طبعا الناس كانت برضو عماله تكرر فكره انت ميزه زيزو ان هو بيروح ويرفع يعني مصطفى. بيرفع فمحتاج يبقى فيه مهاجم موجود في قدام ال 18. عندنا السوليه الثالث كان هو طبعا بعد صناعته للهدف هدف محمد صلاح. رقم خمسه بقى كان عمر كمال، ما كانش صلاح، يمكن عمر كمال كمان بيتفوق على صلاح في كان هو ترند قبله. رقم سته بقى كان صلاح. عمر كمال كان اداؤه طبعا مميز جدا المباراه السابقه، وده بينعكس على ان هو موجود قبل حتى نجم منتخبنا طبعا الوطني محمد صلاح، بعديه منتخب مصر عبد الله طيب. السعيد القائم الايمن. عايز اقف بس معاك عند محمد صلاح الاول. محمد صلاح كان في الترند في الاسماء اللي موجوده في الترند عشان امور ايجابيه ولا امور سلبيه؟ عشان انت عارفه بعض الناس تحدثت كثيرا ايجابيا عن محمد صلاح، وبرده في ناس كتير قالت ان محمد صلاح لسه ما اداش للمنتخب اي شيء في البطوله. خليني اقول لك يا كريم ان صلاح لو في حاجه ايجابيه او حاجه سلبيه كان هيبقى رقم واحد. وجود صلاح كرقم سته ده بسبب ان هو سجل الهدف بس مش اكتر، لكن يمكن ما كانش فيه حاجات بارزه قوي لمحمد صلاح. يمكن كمان لو كملنا في الترنس بعد الساعه 11 محمد صلاح كمل في الترنس وعلي عن المركز السادس. بسبب ايه؟ بسبب اللقطات اللي بعد المباراه، وبسبب ان كان في ناس من الجمهور عايزه التيشيرت بتاع صلاح. شفنا فيديوهات ان الناس بتتخانق على التيشيرت بتاعه. دي كانت الحاجات اللي بارزه لصلاح. فحتى ده كان بسبب تسجيله للهدف بس. لكن احنا بنتكلم هنا ان صلاح كان رقم ستة في اهتمامات المصريين او في الترندز اللي كانت بعد الماتش. الصوره اللي بعدها بقى اللي هنروح لها رقم اتنين دي الهاشتاجز اللي كانت ترند امبارح الساعه 10 بتوقيت انجلترا في مدينه ليفربول. ايه الهاشتاجز اللي كانت ترند؟ رقم واحد في مدينه ليفربول كان ترند الساعه 10 اللي هي كانت 12 عندنا، كان اسم غينيا بيساو عشان محمد صلاح الهدف عشان محمد صلاح طبعا. يعني الاهتمام باداء محمد صلاح في ليفربول كان يمكن يكون اعلى من مصر يعني شويه. محمد صلاح وصل غينيا بيساو تبقى ترند في شفت بقى لا ومش يعني مصر كمان اللي ترند ولا صلاح غينيا دي غينيا بيساو وصل غينيا بيساو تبقى ترند بالظبط. يا عايز اقول لك ان بعدها عندهم مثلا اسم ممثل برادلي وولش، بعدها نوتنغهام فورست كان عندهم ماتش. فهو اهتمامهم رقم واحد في الوقت ده او في الساعه دي كان غينيا بيساو بسبب الهدف بتاع محمد طبعا مفهوم بشكل كبير. هنروح بقى اخر صوره معانا الهاشتاجز اللي كانت النهارده ترند قبل الحلقه. الهاشتاجز اللي كانت موجوده الساعه 11 النهارده كان عندنا الجزائر رقم واحد في مصر. ماتش طبعا الجزائر كان ماتش يعني مش هقول صادم، بس الناس ما كانتش متوقعه الاداء ده من الجزائر ولا الوضع اللي هي فيه دلوقتي والموقف اللي هي فيه دلوقتي. خلينا جهاد واقعيين. الواقع بيقول ايه؟ هقول الحاجات النظريه الطبيعيه ان احنا طبعا زعلانين على الجزائر، طبعا متضايقين ان الجزائر النهارده تخسر منتخب عربي شقيق، بس الناس بدات تتكلم على الجزائر كمنتخب قوي مصر ممكن تبعد عن مواجهته، ده اللي كان موجود. دي حقيقه، بس هي الفكره كمان يا كريم هل احنا بنتكلم عشان هو المنتخب يعني عشان المنافس بتاعك شكله اضعف فانت شكلك بقى مقبول ولا لا؟ هو دي المشكله. بس السوشيال ميديا بتقول لنا ان هي برده مش قابله خالص ان منتخب مصر يكون اقل من اللي هم متعودين عليه. يمكن احنا شفنا كمان قبل الطياره بتاعت الجماهير اللي كانت قبل المباراة اللي فاتت كانت مسافرة، فلقينا صور مثلا لمسجز موجودة على التيشيرتات أو رسائل موجودة على التيشيرتات بعض جزء طبعا صغير من الجماهير وهي بتطالب برحيل كيروش وحاجات كده. بس وإحنا بنتكلم بقى على السوشيال ميديا رد الفعل على حاجة زي دي
هل انت متوقع يكون ان هم وهم طبعا غضبانين من كيروش بسبب نتيجه الماتش اللي قبله بتاع نيجيريا، هل كنت متوقع ان السوشيال ميديا تساند الرساله دي ولا تساند كيروش في الموقف ده؟ لا، تصورت انه ممكن يساندوا الرساله ويلا بقى بالمره وهاتوا حسام حقيقي. كان هو التيشيرت عشان نفكر ان بالظبط وخسران من نيجيريا في مباراه وانت متوقع ان هو كان يعني في ناس كتير شايفه ان هو عمل حاجات كتير غلط في التشكيل، بس لا الناس. لقينا ان احنا انا يعني واحنا بنشوف على السوشيال ميديا شفنا ان اكتر من 70% من ردود الفعل على الرسائل دي كانت ضدها. صح. الناس كانت شايفه ان لا احنا المفروض نساند المنتخب حتى لو شايفين ان كيروش عنده مشاكل او عنده اخطاء او كده. فهل يعني تعامل الناس مع السوشيال ميديا او مع اللعيبه او مع النتائج بقى على السوشيال ميديا بقى سيء؟ لا اياد عايز افتح، اعتقد ان هو بيتحسن. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما نروح للباقي، بس في حاجه كده في السوشيال ميديا هتلاحظيها، ان هو احنا اللي هو ايه مش عارف المثل اللي هو اكره امني واكره اللي يقول امين. ايوه عارف اللي هو القصه دي اللي هو كلنا نهاجم كروش. أيوه. تمام. بس لو انت بقى تروح الملعب وتبوظ المنتخب. أيوه. وتهد المنتخب بتيشيرت مكتوب عليه حسام حسن عايزينه، مع كامل الاحترام طبعا للكابتن الكبير كابتن حسام حسن، عايزين هو اللي يجي يدرب المنتخب وكروش يمشي. أيوه. لا تعالى عندك بقى احنا بندعم منتخب مصر وبنشجعه ونسا. لكن غير كده احنا ممكن نكتب تويتات نقول لا المنتخب وحش والمنتخب ما ينفعش. عارف بياكد لك ان مثلا ان الجمهور المصري ثلاث ارباعه اهلي وزمالك، لان ده هو اتيتيود الجماهير الاهلي والزمالك في التعامل مع لعيبتهم. هم ممكن ينتقدوا اللاعب ده وهو بيأدي اداء سيء، لكن اول ما هيلاقي ان في حمله عليه او ان الناس بتنتقده بشكل زياده عن اللزوم او يعني هتاثر عليه بالشكل السلبي، لا بتلاقيهم بيدعموا لعيبتهم بشكل. صح. هو بالمناسبه بس عشان ندي الشاب ده حقه، يعني بعد كده غير التيشيرت بتاعه وبعد كده قال واعتذر وقال ان انا كنت شاطر ووضح موقفه الحقيقه. انا امبارح حتى ما قلت كده انه مش عايزين نشيله هو الحكايه كلها. ايوه طبعا غلطه وخلاص. بس خليني اقول لك كمان ان بعد الجزائر النهارده في الترندز كان كورتوا. طبعا انا عارفه كريم ان انت كمان بتشجع ريال مدريد، فكنت عملت عليه عملت له حفله في المقدمه. لا كورتوا شال ضربه جزاء وشال كره خطيره جدا في وسط الماتش، ماتش ريال مدريد واتلتيك بلباو السوبر الاسباني فاينل السوبر الاسباني. مهما اتكلمنا عن اي فرق اوروبيه وشعبيتها سواء في مصر او في البلاد العربيه، ريال مدريد وبرشلونه مهما كانت الاسامي اللي فيهم قليله او مش قليله، هم اعلى هايب بالنسبه للانديه الاوروبيه. حتى مع رحيل ميسي ورونالدو، حتى مع رحيل ميسي ورونالدو وقت ماتش قوي لريال مدريد، حتى لو الطرف الثاني مش برشلونه ومش كلاسيكو، لا بتلاقي الاهتمام بيهم اعلى حتى من انديه الدوري الانجليزي اللي هي اقوى منهم دلوقتي. فعشان كده بنلاقي كورتوا رقم 2، بنلاقي رقم 3 غينيا الاستوائيه، رقم 4 مودريتش، 5 مدريد، 6 هالا مدريد، 7 مارسيلو. اي بلد عربيه لو شفنا الترانز بتاعتها في وقت ماتش ريال مدريد او برشلونه هنلاقي هو ده اهم حاجه عندها، حتى لو في عندها دربيات الدنيا كلها. انا فرحانه قوي ان مودريتش في الترند، فرحانه قوي. لعيب عظيم قوي جدا، 36 سنه هو وكروس صراحه يعني حاله. كنت قاعد مع زمايلي النهارده بنتفرج على المباراه، فعلا مودريتش وتوني كروس خلوا اللي يجي بعديهم في وسط الملعب في ريال مدريد هم بعيد قوي، يعني بعيد جدا. هم بعيد عارفه اللي هو بحاجه بتباتة كده، اللي هو انتوا ايه يا جماعه المستوى ده يعني تقيل قوي. يعني مودريتش لحد دلوقتي بيجري ويتالق ويبدع في المباراه بشكل عظيم جدا. طيب الدعم بقى الحقيقي زي ما انت بتقولي، ملاحظه دعم على السوشيال ميديا المنتخب مصر قبل مواجهه السودان، ملاحظه تفاؤل ما عشان انا بدور على التفاؤل بقالي 3 ايام بدور على حد متفائل، ملاحظه اي حاجه؟ خليني اقول لك ان لحد قبل المباراه الافتتاحيه بتاعتنا امام نيجيريا كان في دعم كبير جدا، وكانت الناس كلها متفائله والناس كلها في كان في يعني تون ماشي او يعني نغمه ماشيه، لا ده مصر هتاخد البطوله السنه دي، ده مصر هتفاجئنا، كيروش كل ده بيسخن. لكن بعد نيجيريا احنا لا، انا بصراحه يعني كان من المرات القليله اللي ما اشوفش فيها اي حاجه ايجابيه على السوشيال ميديا. لا كان الموضوع كان فيه غضب جماهيري كبير جدا، بس اعتقد ان هو بعد مباراه غينيا بيساو رغم ان الاداء ما كانش احسن حاجه بس هدي بشكل كبير. الناس شوي. بترجع الناس عندنا برضو بترجع حته ان احنا لا دعم المنتخب مهم، بيرجع تاني مع اول نتيجه كويسه، عشان كده احنا بنقول اللعيبه ممكن تضحك على الجمهور بشكل سهل جدا. صح. خساره الجزائر النهارده كمان فرقت مع بشكل كبير يعني حاسس انت قلت لي كمان هي مش فكره طبعا انا بكرر تاني طبعا بكرر تاني عشان بس لو حد سمع ممكن احنا بياخدوا الكلام. زعلانين والله لخساره الجزائر، ونسينا الجزائر بمنتخب كبير ورائع جدا ان شاء الله يا رب يكمل البطوله ويكسب المباراه اللي جايه قدام كوت ديفوار. بس لما بنيجي نتكلم كوره
وبتدوري على منافسين ليكي فبتدوري على الاسهل، فالناس تبقى عايزه هي كمان الأسهل. الفكره مش في سهوله كريم قد ما ان انت بتحس ان المنتخبات الكبيره يعني احنا حتى واحنا شايفين الجزائر مثلا النهارده نتيجتها مش موفقه او الاداء في المباراتين ما كانش موفق بس انت متاكد ان الجزائر بنسبه كبيره ممكن تصعد. صح، لان هو منتخب كبير. صح، فبيديك امل ان انت حتى لو شكلك مش حلو فانت زي المنتخب الكبير هتقوم. مش عارف الفرق ايه فريق بصراحه يعني ان الجزائر في المباراتين مباراه عادل فيها قدام سيراليون ومباراه خسر فيها قدام غينيا الاستوائيه لعبوا مباراتين حلوين تحديدا الشوط الثاني في سيراليون والمباراه كلها في غينيا الاستوائيه وكان بيواجهوا سوء حظ ولعبوا ووصلوا للجون كتير. هو ده بس الفرق بيننا وبين الجزائر ان احنا في المباراتين واخدين 3 نقط كسبانين مباراه ومش مبسوطين. هو الغريب بالنسبه لي كريم ان في المباراتين برضو الفرقتين المنتخبين اللي كانوا قدامهم هم اللي الناس كانت مستغرباهم. صح، يعني الناس ما كانتش بتتكلم على ان الجزائر كانت بتهاجم كويس عشان شايفه سيراليون بتدافع كويس. فالناس كانت رايحه كلها ايه ده مش معقول ده منتخب غريب قوي. صحيح. او ايه ده احنا ما كناش متوقعينه كده. صحيح، فهو ده اللي ظلم الجزائر اكتر. مظبوط، يا تشرفتيني ونورتيني ودايما بستمتع بوجودك والله. انا دايما مبسوطه وانا معاك. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب دايما في انتصارات، يا رب منتخبنا الوطني يوصل لابعد نقطه. ابعد نقطه بالنسبه لنا هو كاس البطوله ان شاء الله، مفيش غير كاس البطوله. نقدر نقدر نحلم نتفائل يا ريت شويه، وكروش كمان يساعدنا ان احنا نتفائل اكتر الفتره اللي جايه. اشوفكم يا رب على الف خير.